السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم استاذ رب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زميلتكم هدير عدنان، فريق 39، وان شاء الله هنشرح نص شابتر النيوتريشن. ان شاء الله الفيديو يبقى قصير ولذيذ وجميل كده، وتبلعوا الارقام اللي فيه بسهولة يعني. ربنا يرحم زمايلنا يا رب، ويجمعنا بيهم على خير يا رب دايما، يعني ما ننساهمش ونفتكرهم بدعم عشان الناس تفتكرنا. واننا طبعا ليلة امبارح كانت ليلة مبهجة جدا لينا، يا رب تتعاد ليالي كتير عليهم على تل أبيب وهكذا. فخلونا كده ندعي لهم يعني، وده أقل حاجة نعملها، إن ربنا ينصرهم يا رب ويثبت أقدامهم ويجعل العز والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم، ويجعل النصر قريب والفرج قريب بإذن الله. ربنا يعزهم يا رب دايما ويعوضهم عن كل اللي بيشوفوه ده، ويغفر لنا ضعفنا. ماشي، منساش كمان موضوع المقاطع يعني، عشان بحس ان ايه، ما هو سلاح في ايدينا يعني، فما نقلش ادبنا اوي. المهم خلينا نتكلم دلوقتي. اول جزء، اول سلايدين، هي عباره عن شويه ارقام، سامحوني لو انا مش لاقي لها تسكيمه كويسه قوي، بس ايه يعني هحاول اذا وفقت ووفقت بقى، لان اتحشرت في وقت المحاضره دي بصراحه. فالمهم هنتكلم عن النيوتريشن ريكويرمنت يورك، يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى من الاخر كده، الطفل احتياجاته ايه في اليوم، يعني احتياجاته ايه من الميه والطاقه. طب الطاقه ديت اللي هي عباره عن بروتين وكربوهيدرات وفات، يا ترى برضه محتاج نسبه قد ايه من كل واحده فيهم، والفيتامينز ومش عارف ايه، هنشوف يعني. فالوتر بيقول لك ان هو بيحتاج 150 ملي جرام بير كي جي بير اي، انرجي بيحتاج في اول سنه 110 كالوري بير كي جي بير اي، وبعد كده لحد 3 سنين بيحتاج 100، قللنا 10 بير كي جي بير اي وهكذا برضه، ثم بنقلل 10 كل 3 سنين. جميل. طيب يعني كل 3 سنين خلاص، بقت بعدها يعني 3 سنين اللي بعد دول هيبقوا 90، وبعد كده مش عارفه ايه 80. طيب البالانس الانرجي دي بقى، يعني المفروض ان الانرجي دي تبقى مثلا، يبقى 50% منها جايه من السورس بتاعها الكربوهيدرات، و35 فات، والبروتين 15%، والنسب دي مهمه يعني اي ثينك بتتسال. طيب بيقول لك بقى يعني معلومه زياده، ان الواحد جرام كربوهيدرات بيديك 4 كالوري، وان الواحد جرام بروتين بيديك 4 كالوري، يعني شبه بعض، وان الواحد جرام فات سبحان الله 9 كالوري. حلو، جميل. الارقام اللي في النص اي ثينك اهم. طب المهم يعني جينا بقى للرقم المهم خالص 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 خالص، البروتين. البروتين دوت على فكره برضو الرقم ده مهم قوي، ورقم ده مشفتوش في اسئله، بس يعني ايه قوله مهم وخلاص. والبروتين احفظه احفظه، والبروتين برضو دوت من 2 ل 3، والكربوهيدرات يقول لك ان البروتين في اول سنه بيحتاج من 2 ل 3 جرام بير كي جي بير داي، وبعد كده بنقلل بمعدل 3.1 جرام كل 3 سنين. حلو، يعني بعد اول سنه بنقلل 3.1 بقى. طيب الكربوهيدرات بنحتاج 10 جرام بير كي جي بير داي، والنسبه دي، النسبتين دول مهمين. الفات بقى بيقول لك يعني ملهاش نسبه معينه، الحمد لله ان ملهاش نسبه، وصبلاي ايه، المهم يعني ان هي بقيه الطاقه بتيجي من الفات دي. ماشي، متشكرين. خليني يعني احاول اهبد معاكم تسكيمه كده غبيه، او انا كنت حافظاها يعني بيها للاسف. يعني ادي 150، كنت بقول 110، وبعد كده ال 110 تفكرني ان في رقم 10، وبعد كده اظهر من رقم 10 بيفكرني ب 2 ل 3، وكمان فكره 3 دي كانت بتفكرني ان انا بكتب دايما بروتين بي تي ان، يعني مش بحب اكتبها دايما باختصار كده وانا بذاكر، فاللي هو بي تي ان تفكرني ان هو 3 حروف، ف 3 بي سي يعني. بس ف 150 دي كانت الميه، لانها طبعا المفروض الميه تبقى اكتر حاجه في حياتنا، وبعد كده الطاقه 110، والكربوهيدرات برده عشان هي اهم سورس برده للطاقه في حياتنا، فهي 10، وبعد كده البروتين ايه، اللحمه برده مهمه، فايه في 2 ل 3 يعني، بعد الكربوهيدرات بعد السكريات وكده وبس، جاست كده. طيب وافتكر برده من الطبق دوت، او معرفش من الدايره ديت، ان ممكن يعني نص الطبق بتاعك بيبقى مليان رز، ما كانش كله، نص الطبق بيبقى مليان رز، وبعد كده معظمه فات، اعتبره دهنه، والبروتين اللحمه قليله، عشان ايه، عشان الناس مبقاش معاها فلوس تجيب لحمه. المهم بعد كده هنتكلم عن الفيتامينز. الفيتامينز برضو معرفش هي تسكيمه ولا ايه، بس يعني المهم ان اول اتنين فيتامين بي 1 و2، اللي هو الثيامين والريبوفلافين، نسبتهم الاتنين نفسها يعني من نص لواحد ملي جرام بالدي. بص بقى، فيتامين بي 6 وبي 12 برضو نفس الايه، نفس الرقم اللي هو من نص لواحد، بس ده ملي جرام، وده ايه، مش نفسها يوزي بير دي. طيب البي 3 اللي هو نايسين بيبقى من 5 ل 10، اكنك ضربت، او مش اكنك، وانت فعلا ضربت دوت الرقم دوت في 10، من 5 ل 10 يعني ملي جرام بير دي. احنا معانا ايه، معانا نفس النسبه اللي هي ملي جرام بير دي في اول 3. وال اسمها ايه، بايريدوكسين، البايريدوكسين والفيتامين بي 12 بيبقوا ايه، نفس النسبه. طيب بصوا بقى، ديت برضو لو ما عجبتكوش عادي افكسوها.
امسك كلمة دول يعني، عارفين اللي هو اللي يعني بيدلع شوية، او بتدلع شوية بالكلام، مثلا تقول لك بكت بقى كده يعني، لما مثلا تقول لها حاجة او بتاع، فتقول لك بكت بقى. فبكت بقى ديت هنعملها ازاي؟ هنعملها ان شاء الله بكت و بكى بقى، قصدي مش بكى بقى، بكت بقى. فالبي دي اللي حطيناها ديت في الاثنين هنشيلها، ماشي، مش مهمه عندنا في حاجه، وهنلتزم بقى بالترتيب ده واحنا بنتكلم يعني. فالترتيب دوت هيقول لك ان الاي كي دي كلها فيتامينز، فالاي دوت هيبقى 44 400، 44 400، وبعد كده 50 1500، ماشي. اذا برضو يعني ايه هتفيدك احفظها، مش هتفيدك عادي اعمل لك تسكين انت بقى. المينرالز يعني انا كنت حافظها كده، المينرالز كالسيوم 400 ل 500، فوسفات 500، والايرن 10. والله في نسبة ورا للمعادن اي ثينك ان هي اهم من دول يعني، ما شفتش دول برضو في اسئلة قبل كده، ومش معلم عليهم في كتاب قوي يعني ذو اهمية. لكن طبعا ايه احفظوهم. ماشي، طيب نخش بقى في المهم يعني، مش التقيل، المهم. هنتكلم عن فيسيولوجي اوف بريست فيدنج. يعني ايه فيسيولوجي؟ يعني بريست فيدنج يعني الميكانيزم اللي الملك فيه بيحصل له سيكريشن لحد ما يفرز في البريست بتاع الام، ويوصل للطفل. العمليه دي بتحصل ازاي؟ في عندك جزء للام وجزء للطفل، اصلا طول المحاضره بنتكلم على جزء يخص الام وجزء يخص الطفل. الماترنال ريفلكسز ديت عندك ثلاثه، برولاكتين ريفلكس والساكلينج والرضاعه والاوكسيتوسين ريفلكس ايجكشن. طيب او الاوكسيتوسين ايجكشن ريفلكس اي ثينك، انا كتبتها غلط. المهم ليه داون ريفلكس اللي هو الاسم التاني بتاعه ليه داون ريفلكس، ودوت يعني ده اهم من ده، لانه اصلا لما بيجيبها بديت عشان ايه؟ عشان احنا ما ناخدش بالنا يعني، لان الاكسيتوسين هيفكرك بالريفلكس. فالمهم يا سيدي هنتكلم عن البرولاكتين ريفلكس اللي هو عباره عن الميلك سكريشن. ايه الباسوي بتاع البرولاكتين ده؟ لو نفتكر معانا كده، خليني الاول بس اقول لكم حاجه بسيطه وبعدين نتكلم. طيب هو حوار البريس ده بيبقى ماشي ازاي يعني؟ والله قبل البيوبرتي اصلا البريس ده بيبقى عباره عن شويه ضغطات كده وخلاص، شويه ضغط كده وخلاص، حتى ما بيبقاش فيه يعني الفيولاي والسيناي اصلا بدرجه تذكر، تمام، او بحجم يذكر يعني. المهم مع بدايه البيوبرتي بقى وحصول الاوفيليشن بيطلع عندنا، بيبقى عندنا اثنين هرمونين مهمين في كل سايكل اللي هو الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين ده بيبقى مسؤول عن الضغط بروليفريشن، والبروجستيرون بيبقى مسؤول عن اللوبيولز. اللوبيولز ديت اللي هي فيها الاسيناي والالفيولاي، ماشي، اللي هي مسؤولة عن الغدد يعني الخلية اللي بيبقى فيها غدد عشان تطلع ايه، عشان تطلع الافرازات بتاع السكريشن يعني في النص، ماشي، اللي هي الخلية اللي مبطنة الابيثيليوم ده كله. الابيثيليوم دوت مش الخلية اللي بره دي، الخلية اللي بره ديت السموس مصر، تمام. المهم هي مسؤولة عن ايه؟ عن ان الالفيولاي ديت تتكون، حلو كده. دوت طول ايه؟ طول ما الفيميل مش بريجننت، يبقى بس ما عندها الاتنين دول. في كل دورة بقى طبعا في كل سايكل الاستروجين بيحفز الضغط مش عارفه ايه، والبرولاكتين بيحفز الايه الاسيناي والالفيولاي. طيب جميل، ومجرد ما يكون البلاسينتا، بتكون البلاسينتا مع البريجنسي بيطلع منها هرمون اسمه ايه؟ اسمه هيومن هيومن ايه؟ هيومن بلاسينتا لاكتوجين. المهم الاتش بي ال دوت بيبدا يفتح الالفيولاي والاسيناي اللي احنا كون البروجستيرون كونها، ماشي، يعني بيعمل فيها كاف يعني، هي بعد كده بيعمل فيها فراغ يعني، الفراغ ده عشان يحصل فيه ايه يعني من الاخر؟ عشان البرولاكتين لما يطلع بعد الدليفري يحفز الخليه ديت ان هي تعمل ميلك برودكشن. بس هنفتكر ان برولاكتين ميلك برودكشن اللي هو سكريشن اللي هو افرازه، جاست افرازه يعني، بس كده البرولاكتين بيخرج الميلك هنا بس كده وخلاص. وبعدين بيجي هرمون اسمه الاكسيتوسين اللي هو المسؤول عن الطلق برضو، اللي بيدوه حقنه الطلق ده. المهم بيعمل ايه؟ بيحفز السموث ماسلز الموجوده حوالين الالفيولاي ديت اللي هي شبه الورود الورده دي، بيحفزها عشان تنقبض، تقوم منقبضه مخرجه الايه الملك دوت من خلال الضغط، يتجمع خلال الضغط الاساسيه، ويطلع ايه؟ ويطلع من النبل بقى، ماشي، من المين دكس اللي في النبل، يخش ايه؟ يخش الطفل بس كده. فالبرولاكتين ريفلكس طبعا احنا عارفين برضو ان الاستروجين بيضاد البرولاكتين والبرولاكتين بيضاد الاستروجين، يعني طول ما الاستروجين عالي في البريجننسي طول ما البرولاكتين مش عارف يطلع، مش عارف يعني ايه، نسبته ضئيله جدا. بمجرد ما بيحصل دليفري الاستروجين والبروجستيرون خلاص كده بينتهوا مع انتهاء البلاسينتا وخروجها، بيبدا البرولاكتين ساعتها ايه؟ ياخد نفسه، ياخد نفسه يعني يحصل له ايه بقى؟ مع كل سكلنج البرولاكتين يطلع ويحفز اسمها ايه؟ ويحفز الالفيولاي ان هي تخرج الميه، تمام كده. يبقى سكريشن اوف برولاكتين which stimulate breast glandular cells الجلاندز ان هي تسكريت الايه؟ just secrete او produce الميلك. طيب جميل، تاني حاجه السكلينج، والسكلينج ده برضو السكلينج ده يا ستي او يا سيدي بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين مهمين قوي،
ماشي، هيخلص الاثنين ريفلكسات التانيين اللي في الفيميل. السكلنج دوت ان الطفل يبدا يرضع يعني ويمص كده في البريست. عايزين نعرف الاول ان البريست فيه يعني فيري فيري سنسيتيف ريسبتورز. بمجرد بس كده ما الطفل بيلمس البريست، احنا كمان هنعرف المهم هقولها في الاخر. المهم مجرد ما بيلمس البريست الاحساس دوت بيوصل على طول للهايبوثالامس، ماشي، اللي هو موجود في البرين، جزء من السنترال نيرفوس سيستم. الهايبوثالامس تقوم ايه محفزه اتنين بصوي لزاز كده. اول حاجه الهايبوثالامس تقوم باعته للانتير بيتيوتري اشاره وتقول لها انتير بيتيوتري طلعي لي البرولاكتين على طول. تقوم البرولاكتين طالع محفز الالفيولاي او الجلاندولار سيلز يعني ابسيديوم انها تطلع ايه ميلك سكريشن، وتخرجه جه تخرجه في النص. وبعد كده بيقوم برده محفز البسيل بيتيوتري اللي كان مخزن فيها الاكسيتوسين، ان الاكسيتوسين ده بيتكون من اصلا ايه من في الهايبوثالامس، بعد كده بينزل يتخزن في البسيل بيتيوتري. anyway يعني ان الاكسيتوسين بيطلع يقوم محفز السموث ماسلز الموجوده حوالين الالفيولاي انها تعمل ميلك ايجكشن وبس كده. هو دوت ايه، هو دوت الريفلكس. الصوره دي مش جايبه حاجه تانية يعني، بس انا حطيتها الاول فهقولها لكم برده. الاكسيتوسين ريفلكس دوت اسمه ليت داون ريفلكس. خلينا نعيدها تاني يعني، ان اول برده ما البيبي يبدا يلمس النبل يقوم على طول بايت اشاره، ده فيري سنسيتيف ريسبتور، اشاره على طول في ثانيه الهايبوثالامس اللي هي جزء من البرين اللي بتطلع الاكسيتوسين واللي متخزن في البيتير بيتيوتري، تقوم محفزه الهايبوثالامس طلع لي اللي على طول الاكسيتوسين، وكان قبلها طبعا مطلعه لي البرولاكتين عشان الميلك ثيرس يتكون يعني. بس الاكسيتوسين بقى يطلع البرولاكتين طبعا طالع والاكسيتوسين طالع. البرولاكتين طالع من الانتير بيتيوتري والاكسيتوسين طالع من ايه من البيتير بيتيوتري. واحد يكون واحد ايه واحد يفرز، ودوت اللي داون ايه اللي داون ريفلكس. بيقول لك برده ان الليد داون ريفلكس ده مش مجرد بس اللمس، كمان ده الام لو سمعت بس كده عياط البيبي حتى لو في اوضه ثانيه او في نفس الاوضه حتى لو هي مش شايفاه برده نفس الريفلكس ده بيشتغل، ماشي، لان الهايبوثالامس دي مسؤول عن الاحاسيس. فالاحساس ان هي يعني ايه احساس ان طفلها بيعيط دوت بيعمل في نفسيتها كده حاجات، فالمهم يعني بتحفز الهايبوثالامس انها تطلع. طيب يعني لو سمعت صوته بيعيط او تقريبا مجرد ما تشوفه، المهم يعني بيتحفز باللمس بالنظر بالسماع يعني كل الاحاسيس ديت بتحفز ايه خروج الاكسيتوسين. تمام، ولنا نرجع نقراهم ان السكلينج دوت بيستيميليت الهايبوثالامس ان هي تستيميليت الانتير بيتيوتري ان هي تستيميليت البرولاكتين، فبيطلع لك ايه بيطلع لك الميلك. بعد كده الاكسيتوسين ريفلكس او الليد داون ريفلكس، خلينا نركز في تاني في الاسم ده. المهم ان السكلينج برده نفس السكلينج دوت بيستيميليت الانتير بيتيوتري ان هي تطلع اكسيتوسين، هو بيعمل ايه ميلك ايجكشن. ايجكشن جميل جميل. خلاص كده متمنا، خلينا نتكلم عن الانفانتايل ريفلكس او الفيلينج ريفلكس. ماشي، الفيلينج دوت الطفل طبعا اللي بيتغذى، فالفيلينج تبع الانفانتايل. طيب حلو، في ثلاثة ريفلكس، روتنج ريفلكس والساكنج ريفلكس والسوالنج ريفلكس. روتنج ريفلكس دوت اللي هو جزء من اصلا الخمسة ريفلكسات اللي هي مش موجودة عند الادلت يعني اللي هي بتختفي. تمام، ف يا رب. الروتنج ريفلكس ايه الفكرة بتاعته؟ ان طبعا اول بس يعني جاست كده انك بتقرب من بق الطفل، بتلمس الانجل بتاعه، بتلمس اللبس بتاعته، بتلمس خده كده بس جنب بقه، يقوم على طول انت عارف محود بقه وعايز يعضك على طول. هو مش عايز يعضك، هو طبعا متعود ان هو ايه يعني اللي بيتحط على وشي دوت مش صبعك، اللي بيتحط على وشي ده المفروض البريست يعني بياكل بس. فده هو دوت الريفلكس. اول ما تقرب منه يقوم بس كده محوط مضايق راسه للصباع او للبريست المفروض يعني، ويقوم ايه حاطه بقه. يبقى روتين ريفلكس when the lips of the infant are touched with the nipple the head is turned to the nipple and the infant draws it into the mouth. يبقى ايه، يبقى على طول بيحاول يدخل الحاجه اللي لمسته دوت بقه على طول، ودوت الروتين ريفلكس اكنه بيضير نفسه ليه. طيب بعد كده السكن ريفلكس. السكن ده اللي هو بيمص ايه يعني سكن رضاعه والسكن بيمص يعني ما لهمش فرق، بس انا خدت بالي ان مفيش ال يعني فقلت ادور لقيت دي رضاعه ودي مص. المهم ان السكن ريفلكس ده اول لما البلد اللي هو البلد بتاع البيبي بيتلمس بالبريس على طول بيقوم الطفل زانق الحاجه اللي لمسته ده سواء كان صباع او مفروض بقى النبل برده ما بين ايه ما بين البلد والطنج بتاعه، ماشي، عشان يحشره يعني في بقه جامد بس. فبيقول لك ان السكن ريفلكس دوت بيمكن الطفل ان هو to milk the breast infant to milk the breast by compressing ان هو يضغط النبل ايه ان هو هيبدا بقى يسحب اللبن بعدها، ماشي، بعد ما يضغط النبل بين الطنج والبلد عشان يبدا ايه يصدى يشرب انت عارف يتحكم فيه كده يتحكم فيه اللي هو يبقى متحكم في البريست ان هو خلاص هو شفطه كله في بقه. بعد كده طبعا سولنج ريفلكس وده عندنا كلنا ان هو اول لما طبعا الاكل يدخل بق الطفل اللي بيحصل يعني في المرحله الاولى دوت
خلاص الاكل ايه قبل قبل الاكل ينزل، بيبقى طبعا الابيجلوتس عادي مفتوحه، والفوكال كوردز مفتوحه برضه عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس مجرد ما الاكل بدا ينزل وكده، اللي هو خلاص هينزل في الاسوفجس، لازم طبعا نقفل فتحه الهواء، فالابوجلوتس بتقفل والفوكال كوردز بتقفل، وعشان الاكل ينزل ايه ينزل في الباسوي ده، ويبدا طبعا الابوجلوتس اللي كان مقفول هنا ايه يتفتح. بس وده سوالنج ريفلكس ببساطه، ذس انيبلد انفنت تو انجست ايه ميلك باي سوالنج. ما فيهاش شرح يعني، والله شرحها حرام، قصدي الجمله يعني ما لهاش اهميه. طب المهم ان الروتين بيلف راسه، السكن بيحشر النبل، وبعد كده بعد ما يعمل بقى ايه، بعد ما بيبدا يمص والبرولاكتين يتفرز والاكسيتوسين يتفرز واللبن يخش بقه، هيبدا ايه هيبدا يصور. وهذا هو الفسيولوجي بتاع البريست فيدنج يعني. طيب حلو، بعد كده الستيجنج اوف ستيجز اوف بريست ميلك. البريست ميلك دوت هل هو ملك واحد يعني من اول ما بيتفرز؟ لا، في اول حاجه طبعا لبن السرسوب اللذيذ بتاعنا الكولوستروم، وبعد كده ترانزيشنال اللي هي المرحله الانتقاليه ما بين لبن سرسوب ولبن ماتيور بقى خلاص اللي هو بيكمل معانا بقيه الرضاعه كلها، اللي هو بقى الماتيور، دي ثالث مرحله. طيب بنفس برضو الالوان دي كده، الكولوستروم بيبقى اللي هو الفيرست ايرلست فور يعني، دوت اول مرحله في مراحل الافراز يعني بتاع الملك، بيبقى موجود في اول من 3 ل 5 ايام ايه من الحياه. ماشي. طيب تاني حاجه اللي هي الترانزيشنال، دي الترانزيشن طبعا احنا هنهري الكولوستروم هنا فمحدش يقلق. الترانزيشنال برضو كده يعني مش مهم خالص الا في حته، بس اللي هو ايه بياخد 3 اسابيع ما بعد الكوليسترول، وهو مرحله انتقاليه ما بين الاصفر خالص والابيض ايه والابيض خالص. فالاصفر خالص والابيض خالص، فبيبقى خلينا نعرف يعني او هنعرف هنا ان الكوليسترول ده فيري ثيك يعني تقيل تقيل. ماشي. عشان في هنعرف ان هو فيه بروتينز في كميه كبيره، فهو تقيل مش خفيف. تاني حاجه ان هو ايه، ان هو اصفر ديب، فهو بيبقى وايتر يعني ترانزيشن ستيت، بتبقى وايتر شويه في الكالر واخف، وكمان ما بتبقاش ايه ما بتبقاش صفراء قوي. تمام. ما قلنا ايه، ما قلنا وايتر وخفيف ما بتبقاش ثيك قوي. ماشي. طيب الماتيور ميلك طبعا ده الميلك خلاص بقى فروم الفورث ويك اوف ايج وفيما بعد يعني ده. تمام. طيب ودي صور ليهم يعني. حلو. الكولوستروم ده الكولوستروم خلينا نقراه بسرعه وبعد كده نشوف هنسكمهم ازاي. اولا كده ان هو يعني بيطلع في نهايه البريجننسي وبدايه اول 5 ايام، احنا قلنا هنا ايه من 3 ل 5 ايام. حلو. كميته من 40 ل 60 مللي بير دي، ودي كميه ضئيله 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 جدا. ماشي. بس مهمه 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 جدا. المهم ان هو من 40 ل 60 مللي بير دي، يعني اللي هو ما يكملش اصلا الكوبايه بتاعتنا اللي احنا بنشربها كوبايه الشاي دي. الرقم ده مهم 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 مهم، وهذا الرقم برضه مهم. لونه ليمون يلو، اللي هو اصفر غامق. خليني اقول لكم اصفر ليه، عشان هو بيبقى اصلا غني فيري ريتش في البروتينز، ومن اهم البروتينز ديت البيتا كاروتين. البيتا كاروتين بتتحول لفيتامين اي. ماشي. والبروتين الثاني برضو الموجوده فيه مهمه جدا، فيتامين اي. ما قلنا بقى الكاروتين والاميونوجلوبين اي وايه وبقيه البروتينز يعني. ماشي. بس الاميونوجلوبين اي برضو مهم جدا يعني، هنذكره في المحاضره تقريبا 200 مره. والبيتا كاروتين اللي هو برضو بيتحول لفيتامين اي. جميل كلام. وخلينا برضو نعرف نكمل اول. المهم ان هو ثيك، لازم برضو كنت اعلمكم على دي ان هي ثيك والكلاين في ال والكلاين يعني بيخلي الوسط دوت الكلاين. طب ليه بيخلي الوسط الكلاين يا سيدي؟ عشان الجي اي تي اول هو لسه ما اشتغلش، دي اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم نازله على الجي اي تي. الجي اي تي ضعيف والميكوزا بتاعته هشه ولسه ال يا رب اسمها ايه المعده هتبدا تفرز الاتش سي ال. ماشي. والجي اي تي مش مستحمل، فعشان الاتش سي ال ما يحرقش المعده ويحرق الخلايا بتاعتها كلها ومن ضعفها، فبيبقى حاجه شبه يعني ناتشرال انتاسيد كده، ان الكوليسترول دوت بيهون على الخليه ديت الاتش سي ال اللي طالع لاول مره خالص في الخلايا دي هتعرفه. وخلينا نعرف ان يعني هتقولي يعني الخلايا يعني هتكبر بقى وبعد ال5 ايام دول هتبقى بقى جامده جدا مستحمل الاتش سي ال. اه سبحان الله. يعني جي اي تي ميوكوزا بتاعت بتاعت البيبي دوت بتبقى مورسك واللير، وبيبقى بيتكون عليها لير من الميوكوزا. احنا اصلا عارفين يعني ان الجي اي تي ان الانتستين دوت بيبقى عليها طبقه من الميوكوزا كده تحمي من الاتش سي ال بتاعها اصلا. المهم يعني ان هو بتبقى مورسك وفي عليها لير من الميوكوزا بخلال 3 ايام اصلا من ايه من بعد الولاده. ماشي. طيب المهم ده اللي بيحصل يعني. المهم ان هو الكلاين في اول 3 ايام عشان ايه، عشان بدايه تعرف الاتش سي ال على الايه قصدي الجي تي على الاتش سي ال. بعد كده هاي كالوريك انتيك، يعني هو فيري ريتش في الكالوريز، وقلنا ان هو فيري هاي برضه كونتنت من البروتين، بيبقى فيه من 4 ل 8 جرام بروتين، من 4 ل 8 جرام ايه بروتين. طيب وخلينا نعرف برضو ان هو ما بيبقاش فيه كربوهيدرات وفات الا بنسبه قليله. ليه؟ عشان هم صعب الهضم شويه في البدايه،
ماشي. والبروتين برضو بيبقى مهم، الفيتامين ايه والامينو جلوبولين ايه مهمين جدا، وبقيه البروتينات برضو اللي هتكون اصلا الانزيمز اللي هتساعد في الهضم بتاع دول فيما بعد. يعني اللاكتوز ده مثلا اللي بيضم انزيم اللاكتيز، اللاكتيز ده اصلا بروتين، يعني اي انزيم بروتين فبيكون البروتينات. فالمهم يعني عشان كده البروتين مهم قوي عندنا في الاول، وبيبقى بيحتوي برضو على كميه كبيره من الجلوبولينز والليوكوسايت، ودي كلها طبعا جايه من دم الام، ما هو الميلك اصلا جاي منين؟ جاي من البلاد بتاع المذر، تمام. فبيبقى فيه كل الاميونوجلوبينز، بلاش عفوا مش كلها بس، يعني المهم يعني ان هو اميونوجلوبينز كتير اللي بتضاد اورجانيزمات ايه كتير، بس عشان يعمل بروتكشن ايه اجينست الانفكشن. فلازم اول حاجه طبعا ان انا ايه، ان انا احمي الطفل، ماشي. وفي كميه كبيره من الاشز اللي هي المينرالز والفيتامينز 4 جرام. طيب هنعرف فيما بعد ان الاشز اصلا يعني هتقل في الملك اللي هو الماتيور، اللي هو يعني احنا قلنا كام في الاسبوع الرابع، اللي هو في اول في نهايه اول شهر الاشز دي هتقل خالص. طب هي ليه عاليه في الاول؟ عشان هي في الاول كده شغاله كلاكسيتيف، يعني ملين. ملين ليه يعني؟ عشان الاشز دي او المعادن ديت المينرالز ديت بتسحب ميه، صح؟ مش يعني مش هي بتعلي الاوزمولاريتي في الانتستين لو هي وجدت فيها، فبتقوم سحبه ميه. ليه سحبه ميه؟ عشان البيبي ما يعملش، ما يحصلوش كونستريشن. ده جزء يعني من الميكانيزم برضو بتاع الاكزيت، عشان لازم الدكتور محمد اسماعيل اصلا بيقول ان انت لو حطيت ايدك جوست كده، حطيت ايدك على الطفل اللي هو لسه موجود دوت، هتحس بحركه الامعاء من ضعف الول بتاع يعني ضعف بتاع اسمها ايه الابدومينال وول، وكمان ضعف الامعاء، هي اصلا مش قادره تنقبض. فمستحيل يعني مستحيل ان هو يستحمل حاجه اسمها كونستريشن. ده هو اصلا وشه بيحمر وبيقعد يعني خلاص اكن روحه بتطلع، عشان ايه؟ ينزل بس ايه شويه الحاجات اللاكزيتيف اللي جوه. فالمهم يعني ان هي دي بتسحب ميه، فبتخليه ايه، فبتخلي اسمها ايه، تخلي الكونتينر بتاع السول يعني ايه مور فلويد. المهم وبعد كده لاكزيتيف، لاكزيتيف برضو عن طريق الجاستروكوليك ريفلكس. ايه الجاستروكوليك ريفلكس ده؟ ده اصلا ريفلكس عندنا احنا كادلت، يعني فكرته ايه؟ ان المعده لما بتتملي اكل، في ناس اصلا ما تخش يعني اول ما بتصحى ما تخش الحمام، او تخش الحمام عموما الا لما تاكل. ليه يعني؟ عشان المعده لما بتتملي في العموم بتقول للكولون لو سمحت ممكن توسع لي مكان عشان في اكل نازل لك دلوقتي. فالكولون يقول لها طبعا هاي هاي كابتن، ويقوم ايه يقوم يوسع لها ايه اي حاجه فيه إيه؟ ويخرج كل حاجه عشان ايه؟ عشان يجي الاكل ايه، الاكل الجديد. وكذلك برضه البيبي بيحصل فيه نفس الكلام، ان هو اول لما ان هو اول لما الـ لما الـ لما المعده بتاعته تتملي يوم الكولون ايه مفضي. وده بيساعد طبعا ان هو الكولون ما يبقاش فيه كونتنت، لان لو تراكم فيه اي كونتنت لاي كميه قليله من الوقت هيحصل لها كونستريشن، وده احنا مش عايزينه خالص، ماشي. طيب استيموليت كونتينيويشن اوف ايه، اوف ميلك سكريشن باي سكل. اكيد يعني ما الكولسترول لما يخش بق الطفل هيحفزه ان هو ايه يكمل رضاعه. احنا بقى نسكن كده. طيب خلينا نقول بقى يا رب تبقى تسكيمه برضه. يعني خلينا قبل نسكن بس، او اللي انا هقوله ان جه سؤال قبل كده، الكولسترول ده هل هو بيجي في اول من 2 ل 3 ايام، ولا بيجي من 3 ل 5 ايام؟ كان سؤال خادع قوي، هو اتقال في الراوند ساعتها، و تقريبا بما اني كتبته فهو حرقني، فعشان انا غلطت فيه اكيد. فالمهم ان الاجابه يعني ايه، من 2 ل 3 ايه، 2 ل 3 ايام، ماشي. يعني اصلا في كتب، او اي ثينك ان الدكتور الازازي يعني كان قايل ان هو او في كتابه 4 ايام، فخلينا في النسبه الاولى اللي هو من 2 ل 3 ايام لو خيرك يعني. طيب خلينا بقى نقول ان الكوليسترول ده فيه 4 هاي دوت، اللي هو هاي في الكالوري وهاي في البروتين وهاي في الاميونوجلوبينز واليوكسايت. خليكم فاكرين الاميونوجلوبينز دي اصلا عباره عن بروتين، ماشي. فهي يعني ايه البروتين، تفكرنا بالاميونوجلوبينز، وكمان هاي في الايه، هاي في المعادن. طيب وقليل في ايه؟ وقليل في الحاجات الصعبه الثقيله، الفات يعني الدهن كده. تخيل نفسك انت بتاكل دهن او بتاكل سكريات، لا ثقيله في الهضم، فهتقول لنفسنا ان هو قليل ايه، قليل في الثقيل ده، الثقيل ده هيجي فيما بعد اصلا، احنا عايزين نغذيه بقى فيما بعد. طيب وبيحفز حاجتين، وبيحفز الجاستروكوليك ريفلكس، وكمان بيحفز ان الصقل يتنيه ايه، يتنيه مستمر، والطفل يتنيه ايه، يتنيه نص يعني. النسبة بتاعته من 40 ل 60، ماشي. المهم يعني خلاص يبقى هو عالي في 4 و2 قليل في 2، وبيحفز ايه، وبيحفز حاجتين. وخلينا نقول برضو ان احنا ذكرنا هنا حاجتين مليناتين اهو، ان الاشز دي شغالة كملين، وان احنا ما قلناش على فكرة الاشز نسبتها ايه 4 جرام، مهمة برضو، تمام. وان كمان ايه الجاستروكوليك ريفلكس هو لاكزيتيف عشان بيحسن الجاستروكوليك ريفلكس. طيب خلينا برضو نقول الارقام هي 4 من 4 ل 8، 40 ل 60، بص احنا مشتركين في رقم 4 اهو، و1000 40 1060.
ايه الكلام ده؟ الاربعه ديت بتاعت ايه؟ بتاعت الاشز، ومن 4 ل 8 دي بتاعت البروتين، ومن 40 ل 60 ديت كميته في اليوم اللي هو الكوليسترول، و 1040 1060 ديت السبيسيفيك جرافيتي بتاعته. وخلينا عارفين ان هي فيري هاي. ليه فيري هاي اصلا؟ جت على فكره في ام سي كيو قبل كده رغم انها مش موجوده. المهم يعني ليه فيري هاي؟ عشان الكونتنت البروتين العالي اللي هنا هو ده اللي معلي السبيسيفيك جرافيتي بتاع الكوليسترول. جميل الكلام؟ ماشي. في الصفحه اللي ورا كان في سؤال برضو جه في الام اس كيو بيقول ان هو ايه الكوليسترول الكلاين نوت اسيديك، كانت دي الاجابه يعني، او هاير بي اتش زان ناتشورال ميلك. كان بيقول لك اختار ايه الاجابه اللي لايقه على الكوليسترول يعني. ماشي. فهو الكلاين ايه؟ الكلاين نوت اسيديك. وقلنا ليه الكلاين؟ وقلنا ليه ثيك؟ عشان البروتين عالي. وقلنا ليه برضو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عالي؟ عشان ايه؟ عشان برضو البروتين عالي. طيب خلينا نتكلم عن الماتيور ميلك كومبوزيشن. ده الماتيور ميلك خلاص اللي هو الميلك من اول اسبوع الرابع كده. مكوناته ايه بقى؟ مكوناته الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. كربوهيدرات انا قلت لك خلاص السكريات لازم تبقى اهم نسبه عندنا واعلى نسبه عندنا، وبعد كده الليبيد، بعد كده البروتين. لو نفتكر برضو الطبق بتاعنا اللي هو كان نصه كربوهيدرات 35% منه فات و15% بروتين، فهي برضو نفس يعني ماشيه بنفس الترتيب. والارقام دي لو ما حفظتهاش هنا هتكبر تحفظها، يعني انت هتنجبر تحفظها في نهايه الشابتر. ماشي. فانت حفظها ايه من اول هنا خلاص. الكربوهيدرات بيقول لك ان هي موجوده في كل 100 مللي من اللبن دوت موجود 7 جرام كربوهيدرات، وفي كل 100 مللي موجود 3.5. بص من 7 النص بتاعها ايه؟ 3.5 بالظبط يعني مللي لاكتوز. وهنعرف ليه بعد سلايد او اتنين. ماشي. فبلاش نطول فيها هنا، او خليني اقولها يعني، او ادي هنت كده ان اللاكتوز دوت بتشتغل عليه البكتيريا اللي هي النورمال فلورا الموجوده فين؟ في الانتستين، اللي هي البكتيريا المفيده يعني، فبتحولها لاكتيك اسيد. ده جزء منه مش كله. المهم انها بتحولها لاكتيك اسيد، فبيخلي الوسط اسيدك، فالاسيديتي دي بتاعه الانتستين بتمنع الباثوجينيك بكتيريا ان هي تكبر وتتراكم يعني في الانتستين طبعا، ودمر الانتستين تعمل بقى دايريه وحاجات كده غريبه يعني. ده جزء منه. طبعا اللاكتيز دوت او اللاكتوز بيتحول بنزيم اللاكتيز اللي هو برده موجود في الملك، بيتحول الايه الى جالاكتوز، وايه والجلوكوز اللي بيخش بقى الدم، وبعد كده ايه اللي هو بيبقى السورس اوف انرجي يعني فيما بعد. ماشي. هنقول برضو عليه كلام بعد كده. المهم الكربوهيدرات طبعا نصهم الليبيد 3.5 لكل 100 برضو ملي. انا عارفه ان هي مش النص بس يعني كنت يعني ايه anyway برضو ان هي الى حد ما ممكن تبقى النص يعني، ممكن تقلي معاك النص ان هي واحد وايه يعني نص 3 واحد ونص 1.2 معلش 1.2 في البروتين لكل 100 مللي. والفيتامينز لا مش الفيتامينز بقى اللي هي الاشز كانت 2.10 يعني احنا بناخد الاثنين ليه؟ 1.10 الاثنين، فاحنا كده نصهم بعد 7 3.5 والى حد ما نصها 1.2 ناخد 2.10 تبقى ايه؟ تبقى اشز. شايف نسبتها قلت هنا خالص ازاي؟ ده كانت في بدايه في الكوليسترول 4. المهم الكربوهيدرات قلنا 7 خلاص مش هنتكلم عنها تاني. الليبيدز بقى مين؟ الترايجلسرايدز الفوسفوليبيدز والكوليسترول. خلينا نقول ان الترايجلسرايدز جود سورس اوف انرجي، الفوسفوليبيدز دي بتخش تكوين السيل ممبرينز، والكوليسترول دوت مهم جدا 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 هو هنقول بقى هنقول هنسكت برضو البولي انساتوريت فاتي اسيد في السلايد بعد كده. هو والبولي انساتوريت فاتي اسيد مهمين في عمليه الايه المايلينيشن للنيرفز الموجوده في السنترال نيرف سيستم البرين. احنا عارفين ان او يعني المفروض نبقى عارفين البرين اكتر نمو ليه فيري رابيد جروينج فين؟ في اول سنه من الولاده. ماشي. وكل الجروينج دوت ايه في اعصاب عامه تكتر المايلينيشن بتاع الاعصاب ده كله محتاج كوليسترول ومحتاج بولي انساتوريتد ايه بولي انساتوريتد فاتي اسيد. جميل. والليبيدز الموجوده برده هناك بتبقى سمول سايز فات جلوبولز. والجمله دي ليه؟ عشان تبقى سهله ايه سهله الامتصاص يعني ايزلي ابزوربد وايزلي ايه دايجستد. لو هي كبيره مش هتمتص هيبقى صعبه الامتصاص. طيب وكمان تخيل هو ليبيد اهو نازل معاه اللايبيز انزيم، يعني لبن بيبقى موجود فيه المكون واللي بيحلله كمان اللي هو اللايبيز ايه اللايبيز انزايم اللي بيكسر يعني الحاجات دي يهضمها عشان ايه عشان يدخلها للانتست. طيب قصدي يدخلها من الانتست للدم. والبروتين يعني 75% منها واي بروتين اللي هو لاكت البيومين، و25% خدوا بالكم ده سوليبل وده انسوليبل بروتين. طيب ميلك كورد يعني شبه الحبل كده كزين. والميونوجلوبينز ار مينلي فورم اوف سكريتور الميونوجلوبين ايه. بص الميونوجلوبينز اصلا عاليه كده كده في الميلك طول الوقت بس اهمهم ايه بيبقى الميونوجلوبين ايه. او احنا قلنا حاجه عن الميونوجلوبين ايه، خلينا نقول يعني دلوقتي ان هو ميكوزا الفاكتور قصدي ميكوزا البروتكتور. يعني ايه ميكوزا البروتكتور دوت؟ هو بيبقى موجود في الجي اي تي، ميكوزا بتاع الجي اي تي موجود في الكمال الريسبيراتوري ميكوزا عشان اي اورجانيزم يقابله يظبط فيه ما ياخدوش ايه يخترق الميكوزا ويبدا يهاجمها يعني.
فليه دور مهم جدا جدا، واحنا ذكرناه كذا مره وهنفضل نذكره ما شاء الله طول المحاضره يعني. خليني برضه اقول جملتين كده على البروتين الواي والكازين عشان مهم قوي. طيب عموما كده يعني، او في الاساس ان البروتين لما بتتعرض للحراره في منها في بتسلك طريقين، يا اما بتحصل لها كواجوليشن. يعني ايه كواجوليشن؟ يعني تبدا تتكدس كده وتتراكم فوق بعضها البروتينز، او يحصل لها دينيتريشن اللي هي بتدوب. من امثله الكواجوليشن يعني اللي بيحصل لها كده الكازين ماشي، واللي بيحصل لها دينيتريشن الواي، فهو ده سوليبل وده ان سوليبل. طيب ايه اهميه بقى الكازين يعني، وان هو مش ما ان هو بيتراكم يعني، هل هو بيمتص يعني وكده؟ هو معظمه اصلا بيبقى موجود في الـ الجي اي تي بتاع البيبي، او موجود في اللبن يعني، عشان يعمل حاجتين. اولا يحفز الجي اي تي ان هو يزود الموتيليتي بتاعتها عشان تتحرك، ما هو طول ما المكونات فلويد كده يعني، كل الميلك مثلا فيه البروتين بتاعه واي اللي هو يتحول اصلا لحاجه شبه فلويد كده ويدوب يعني، فهيبقى كان اللبن ايه، ميه ماشي، او دايب، فده مش هيحفز الجي اي تي شبه ما يكون في حاجه سوليد يحفز الموتيليتي بتاعته. تاني حاجه ان هي بتحسس الطفل بالشبع، يعني تخيل بطنك مثلا لو فيها حاجه فلويد كده، ولا فيها حاجه تقيله في بطنك كده تحس بالشبع، فدي اهميه يعني ايه، اهميه الكازين يعني. تمام. طيب وقلنا الوي بقى بيمتص ايه، بيمتص بسهوله. حاجه كمان يعني ان الكازين بيبقى هايلي الرجيك، فنسبته اقل عموما يعني. ليه نسبته اقل؟ عشان هايلي الرجيك، وده اصلا البروتين الاساسي اللي موجود في الكاو ميلك، فعشان كده دي من الاسباب اللي هتخلينا برضو ما نديش الكاو ميلك. هايلي الرجيك التاني ليس الرجيك، وكمان الرجيك ده يعني ممكن يحفز جهاز المناعه بتاع الطفل يهاجمه، او كمان يحفز جهاز المناعه بتاع الطفل ان هو يعمل اوتو اميون ديزيز فيما بعد. حتى مش فاكر الدكتور مين كان قال ان معظم الاطفال اللي بتيجي تايب 1 دايبيتس ميليتس بيسال الام انت كنت بترضعيه ازاي، تقول له كان بتشربه لبن بقري، فده بيحفز جهاز المناعه اصلا ان هو يشتغل ويعمل اوتو اميون ديزيز. من امثلتها يعني تايب 1 دايبيتس. مش مهم الكلام ده، ماشي مش مهم خالص. انتوا السوليبل بيوتين ده قصدي اللي اسمه ايه الواي، قلنا ان هو ايزلي دايجستد وليس الرجيك، وكمان بيمثل باور تحفه او يعني منبع تحفه للايه، لتكوين الانزيمز يعني ماشي، فور انزيم ايه برودكشن. طيب ماشي، قلنا الاميون جلوبولين ايه اجي، عايزين يا لهوي مكان متاخر ولا ايه. الفيتامينز بقى في منها طبعا الفات سوليبل فيتامينز والووتر. الفات سوليبل فيتامينز اللي هي كي اي دي اي الفيتامين دي، فبيقول لك ان فيتامين دي دوت موجود بسمول اماونت يعني، بس هو ليه هاي باي افيلابيلتي. يعني ايه باي افيلابيلتي يعني؟ ويعني ايه هو؟ يعني هو بيمتص من اللبن بكميه كبيره، يعني كميته القليله اللي نازله في اللبن ده اهي، مش معنى كده ان هو بيمتص، لا ده احنا بنحاول نستغل كل الكمية. يعني معظمها بيخش ايه، بيخش ده دم الطفل، لكن برضو رغم ذلك احنا بنحتاج ندي فيتامين دي من شهرين من الولاده حتى، والله اعتقد في ناس بتدي مجرد الولاده يعني. المهم ان هو بيتاخد بعد شهرين، سيبكم من الناس اللي انا بقول لكم عليها دول، بيتاخد ايه بعد شهرين، ده اللي هيجي لنا في الامتحان. في بقى الووتر سيلبل فيتامينز، الجمله دي مش مهمه يعني، هو فيتامين سي وبي موجود في اديكوت اماونت، مش هقول مش مهمه دي تاني عشان حاسه ان انا بحط الامتحان في نفسي كده. فيتامين سي اديكوت تمام ماشي. الاشز بقى بصوا النسبه دي مهمه، الكلام ده مهم، النسبه دي مهمه والنسبه دي مهمه والنسبه دي مهمه ونسبة مهمة. هنتكلم عن الاشيز برضه، الجملة دي مهمة جدا، ان الكالسيوم للفوسفورس النسبة بتاعتهم 2:1، وده ايديال للابزوربشن والنيوتراليزيشن بتاع ايه بتاعهم الاثنين. لكن لو نسبة الفوسفورس زادت عن 2:1، زادت عن نسبتها ديت هيكمبيت وذ كالسيوم ابزوربشن، يعني هيخلي الكالسيوم ابزوربشن ما يمتصش بالنسبة المطلوبة اللي احنا محتاجينها، والنسبة دي برضه احنا محتاجينها لتكوين العظم، يعني هي دي النسبة اللي المفروض ان احنا نمتصها وتبقى موجودة في الدم، وهي دي المناسبة لتكوين ايه؟ لتكوين العظم فيما بعد يعني. تكون عارف من بعد ايه، طول ما الطفل بيكبر اصلا. المهم يعني فالنسبه دي ايه مهمه، وعرفنا ليه ما ينفعش الفوسفورس يزيد. طيب الحديد، الحديد نسبته 800، والارقام ده برضو في الجدول اللي ورا اللي انتوا هتشوفوه. الحديد نسبته في الملك لو سالك كده هو موجود بنسبه قليله قولا واحدا، لكن احنا بنقدر نمتص منه من 50 ل 75%. ليه؟ لوجود حاجه احنا برضو هنقولها ورا، بس لوجود بروتين نازل في الملك برضو اسمه ايه البروتين دوت، اسمه لاكتوفيرين. اللاكتوفيرين دوت هو بيمسك الحديد القليل خالص اهو رغم كده، بس بيحاول يدخل كله تقريبا ان هو يعني 50 ل 75% منه للانتستين. تمام، ده بيبقى برضو نازل في الملك. بيقول لك بقى بالمقارنه يعني بذلك 10% بس في الكاو ملك من الحديد اللي موجود فيه بيمتص. يعني ايه يكون لو الحديد حتى موجود في الكاو ملك بمعدل كام، مالناش دعوه، اللي هو 10% يعني 10% منه مش بس بيمتص. ليه؟ لان مفيش اللاكتوفيرين بالنسبه اللي هو اللي هي موجوده في الميلك ده. بس فالحديد ايه نسبته ايه قليله، الصوديوم نسبته ايه قليله برده 7 من 10 ملي جرام.
في المية من نسبة الأشز. طيب ده برضو موجود بسمول أماونت وده سمول أماونت. الصوديوم ليه موجود بسمول أماونت؟ حاجتين يعني، هو موجود هنا وذاكرها في المحاضرة كذا مرة عشان يمنع البرين دامج. ازاي يعني؟ تخيل معايا ان الصوديوم لو نسبته كبيرة بيزود الأوزمولاريتي بتاعة البلط، على طول يسحب المية من الخلايا بتاع البرين، يحصل لها شرينكج فيما بعد نكروزس وهيمرج وانتهينا. ماشي، حتى وانتوا هتلكوا يعني لما تيجوا تعالجوا الهايبوناتريميا في بعض، مش فاكره كنا خدناه في البطن. المهم لما نعالج الهايبوناتريميا ما نعالجهاش مره واحده، مش بنديها بنسب كده بسيطه، مره مره وكده، مره على مره بنزودها بالراحه. ليه؟ عشان لو نسبه الصوديوم عاليه مره واحده في البلط بتقوم عامله ايه؟ شرينكج الخلايا البرين، خلاص بيرمن دامج يعني. فالمهم عشان كده كميته قليله، وكمان ان الكدني اصلا بتاعت البيبي، الكدني ايه، بتبقى اماتيور وضعيفه جدا بسيطه جدا، ما تقدرش تخرج كل نسبه الصوديوم ده يعني، لو النسبه كبيره ما تقدرش تخرج الصوديوم ده كله خالص، فهي اماتيور اصلا، فما ينفعش يبقى نسبته كبيره. ماشي، هو دي النسبه اللي احنا محتاجينها يعني. فالمهم ان هي سمول اماونت عشان ايه؟ عشان البرين دامج ده. فالنسب مهمه، خلاص مش هنعيد تاني، يلا نخلص. طيب في حاجة بس اسمها الفور ميلك والهاي ميلك. يعني ايه فور ميلك؟ يعني اول الرضعة، والهاي ميلك اللي هي اخر الرضعة. طيب اول الرضعة خليني اقول لك كده، اللي هو تحس ان اللبن الخفيف او الجزء الخفيف من اللبن كده بينزل في الاول، يعني اسمها الشمشمس اللي حوالين الالفيولاي بتبدا تنقبض عشان تخرج الكونتنت اللي فيه، او الكونتنت اللي هي الخفيفه شويه، بعد كده بنبدا ندخل التقيل يعني، او بتبدا بقى تعصر الالفيولاي اكتر عشان ندخل التقيل. فقولا واحدا يعني بنختصر السطرين دول في ايه؟ فان الفور ميلك بيبقى لون جراي رمادي قبل ما ننزل اللبن الاساسي اللي هو الوايت، بيبقى لونه جراي وبيبقى غني في النيوترينتس والغوطر. ليه؟ عشان يعني ايه، نقول نفسنا ان الطفل اكنه بيشرب الاول، يفتح كده بس الجي اي تي بتاعته وبعد كده يبدا ياخد التقيل، فبيبقى لونه جراي، بيبقى غني بالنيوترينتس والغوطر وقليل في الفات. بعد كده الطفل بقى عايز يشبع، يشبع منين؟ يشبع من الفات، فيبقى وايت وغني في الفات عشان ايه؟ عشان الستايل بتاع الايه، بتاع الطفل يشبع. ماشي، ان شاء الله مفيش كلام غير الجملتين دول يعني موجوده. طيب بعد كده ايه مميزات البريست فيدنج؟ برضو بصوا زي اي حاجه اتكلمنا عليها في المحاضره، اي حاجه بنتكلم عليه، الجزء اللي يخص الام والجزء اللي يخص الطفل. الجزء اللي يخص الام من هنا بسيط خالص، يعني ايه مميزات ايه المميزات اللي تخلي الام تعمل بريست فيدنج؟ يعني بالنسبه لها حاجه مقرفه، لا لا يا ست الكل. اولا كده هو بيوفر لك حاجتين، احنا هنعتبره موفر حاجتين، تاني حاجه بيمنع حاجتين، تالت حاجه بينزل الوزن بتاعك. يعني ايه بيوفر في حاجتين؟ يعني هو ايه ايكونوميك، ايه موفر يعني، بدل ما تجيبي اللبن، انا ما اعرفش اللبن دلوقتي كام، بس يعني اي ثينك ان العلبه تقريبا وصل 150 او حاجه، فرخيص، دي حاجه طبيعيه معاك اهي. تاني حاجه ان هو ناتشرال كونتراسبشن، متاكد ان تخطف ان انت تخطوش نساء. المهم يعني هو ناتشرال كونتراسبشن ليه؟ لان بوجود البرولاكتين زي ما قلنا، طول ما هي بيحصل، ما هي بتعمل لاكتيشن، طول ما البرولاكتين نسبه عاليه، طول ما وجود البرولاكتين دوت بيمنع الجونادوتروفينز اللي هي الاف اس اتش والال اتش ان هي تعمل اوفيليشن، وبالتالي مفيش اوفيليشن يعني مفيش بروجستيرون واستروجين، يعني مفيش تبويض، يعني مفيش ايه تبويض، يعني مفيش حمل. فهو ناتشرال كونتراسبشن اللي هو مش محتاجين يعني وسيله منع حمل ايه طبيعيه. طيب بيمنع حاجتين، بيمنع البوست بارتم هيمرج والكانسر بريست. هنعرف ان الكانسر بريست، او هتعرفوا يعني في مكتب الكانسر بس، ده بيزيد بزياده وجود الاستروجين في الجسم. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا من الحاجات اللي تزود نسبه الكانسر بس عموما في الفيميلز، ان هي تتعرض للاستروجين لمده طويله، زي انها من الامثله كده، ان هي يجي لها مينارك بدري، اللي هي بدايه المينارك ديت اللي هي بدايه المينوبوز. المنبوز مثلا المفروض بدأ عن 13 سنه، مش فاكر الرقم. المهم لو بدأ بدري عن كده، كده بتبدا تتعرض لنسبه كبيره من الاستروجين. مع كل تبويض بيحصل ايه؟ بيحصل بتتعرض للاستروجين، او الليت منبوز يعني لو حصل منبوز ديت برده توقف الطمس، منبوز توقف الطمس. ماشي، لو هي ايه تعرض لها برده لمده، لو توقف الطمس ده حصل، هو المفروض بيحصل من 45 55 سنه. المهم لو حصل فيما بعد برده، يبقى هي كده بتتعرض لنسبه كبيره برده من الاستروجين. اي حاجه بتعرضها نسبه كبيره من الاستروجين بتزود فرصه الكانسر بس. برده لو هي مش بترضع، لو مش بترضع خالص، دوت بيخليها ما مش بترضع، مفيش برولاكتين، يعني الاستروجين ياخد بقى الابر هاند ويبدا ياخد يشم نفسه. تمام، وهكذا بقى. وبرده لو امها واختها برده عندها مش عارف ايه، بلاش يعني اخص في مواضيع جانبيه. المهم ان هو موفر في حاجتين، تاني حاجه ان هو بيمنع الكانسر بريست عشان هو بيقلل فرصه تعرضها للاستروجين. اي حاجه اصلا بتقلل فرصه تعرض الفيميل للاستروجين ديت بروتكتيف، الاستروجين بيزيد بيبهدل الدنيا. طيب ثالث حاجه ان هو بيقلل بوست بارتم هيموريدج. يعني ايه بوست بارتم؟ يعني الهيموريد نزيف ما بعد الولاده، بوست بعد الولاده نزيف، نزيف ما بعد الولاده. ايه ليه يعني نزيف ما بعد الولاده؟ بيقول لك يا سيدي ان مع البدايه طبعا اليوترس بيبقى كبير جدا في الحجم، ماشي، بيبقى ماسك فيه حاجه اسمها ايه، البلاسنتا اللي هي النشيمه.
طيب المسيومه اللي ماسكه في الرحم ديت بس خلاص، والطفل هنا بقى اهو. طيب فيما بعد الطفل ده بينزل، خلاص الطفل ده نزل والبلاسنتا هتبدا تنزل. الرحم طبعا كبير خالص، ايه اللي بيقلل حجم الرحم الكبير خالص ده؟ من اهم العوامل اللي بتقلله الاكسيتوسين. الاكسيتوسين دوت اصلا اللي هو حقنه الطلق ديت، هي بتساعد على خروج البيبي، وبعد ذلك برضو الاكسيتوسين ده بيطعم بالسيجي بتدري عموما ماشي. بعد ما الطفل بينزل بيبقى كمان بيساعد على خروج البلاسنتا، وبعد ما البلاسنتا بتطرد اللي هي المسيمه بيخلي الرحم يرجع لحجمه الطبيعي تدريجيا. والعمليه دي تقريبا هي انفولوشن. يعني ايه انفولوشن؟ يعني ان الرحم يرجع لحجمه اللي هو بري اسمها ايه، بري بريجننسي، السايز بتاعه اللي هو قبل الولاده. جميل. العمليه دي بتاخد تقريبا حوالي 6 اسابيع، بس الرقم مش معاكم يعني. انا بقول بس ان هو الاكسيتوسين طول ما هو موجود، طول ما انت بتعملي لاكتيشن، مش عارفه انت مين، طول ما الام بتعمل لاكتيشن بيبقى الاكسيتوسين موجود بيساعد على الانفوليوشن. يعني عشان ايه؟ عشان الكرش يقل بدري. احنا عايزين ايه يعني؟ عايزين نرجع لوزن طبيعي. اصلا الام بتكسب حوالي 18 كيلو مثلا في البريجنسي، فكل الوزن دوت عايزين نقلله بقى، عايزين بطنها تنزل بسرعه. فالمهم ان السكن بيحفز البوست بارتم انفوليوشن ازاي؟ عن طريق ان هو بيسرعه، يعني عن طريق ان هو بيحافظ على وجود الاكسيتوسين لمده طويله، وده طبعا بيمنع البوست بارتم. يعني ليه برضو يعني لما حلو برضو ليه برضو ان لما الرحم يقل في الحجم بمنع النزيف؟ ما هو الرحم ده البلاسنتا كانت معشقه كده في الرحم ماشي. البلاسنتا ديت عامله شبه الصابع كده، كانك بتشبك صابعك في بعضها، ايدك اليمين وايدك الشمال. تخيل ان الرحم ايدك اليمين مثلا البلاسنتا معشقه فيه وايدك الشمال، فاحنا لما بنيجي ننزع البلاسنتا من الرحم ديت كل الاوعيه الدمويه اللي في النص بتتقطع، بيحصل نزيف. النزيف دوت الاكسيتوسين بيساعد على انقباض السموس ماسلز الموجوده في عضلات الرحم، وبالتالي بيضغط على الاوعيه الدمويه ويوقف نزيف. فطول ما هو موجود، طول ما العضلات بتبدا تنقبض، طول ما هي بتوقف النزيف الاوعيه الدمويه ديت، وطول ما هي بترجع اليوترس لحجمه الطبيعي ماشي. طيب يا رب ما بقاش بزود قوي في الكلام. بريست فيدنج بعد كده بقى الوزن. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هو موفر في حاجتين وبيبريفنت حاجتين، وكمان الوزن. ايه الوزن ده؟ يعني بريست فيدنج فور 2 ييرز، يعني لما اسمها ايه، لمن اراد ان يتم الرضاعه، فحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فالافضل طبعا ان احنا ايه، نتنينا ان الفيميل تنرضع سنتين بس. ايه anyway يعني لو هي سنتها هترضع، ده بيقلل بيخليها ترجين يعني تكتسب مره ثانيه البري بريجننسي ويت، يعني بيقلل خالص الويت بتاعها. انا برضو اقول لكم حاجه لطيفه في الموضوع ده يعني. طيب المفروض يعني خلينا نقول ان معدل مثلا الرضاعه او الام او الطفل بياخد قد ايه من الام؟ من 1000 ل 2000 لتر في الملي لتر في اليوم، يعني من لتر لايه؟ ل 2 لتر في اليوم لبن. طيب احنا هنعرف ان كل 100 مللي بيبقى فيه من الملك دوت بيبقى فيه 67% كالوري. حلو. يعني لو هي 1000 هتوصل كام؟ ل 670 كالوري. طيب 2000 لو وصلت ل 2000 هتبقى كام؟ تبقى 2 بقى في 670 هي 1340 كالوري. ف 1340 كالوري ديت اصلا الام المفروض مثلا او الفيمين يعني تاخد في المعدل الطبيعي مثلا كالوريز 1400 حوالي، يعني ده انا بتكلم على ايه، على المتوسط الافريج. طيب يعني المفروض اصلا ان هي تختفي لما تبقى بتطلع الكالوريز دي كلها من ايه، من الاكل اللي هي اصلا بتاكله ماشي. المفروض ان هي تختفي طبعا، هي بتتغذى اكتر من كده. فكره الارقام دي بس بتقرب فكره ان الملك بياخد غذاء كبير قوي من الام، وبالتالي كالوريز كتير قوي، فما فيش كالوريز تحوش اصلا في جسمها، بل انها اصلا بتبذل مجهود برضو ايه كبير. طيب بس عشان كده ايه، فعشان كده دوت بيساعد يعني طول ما هي بترضع، طول ما هي بيساعد على انها تفقد وزن. طب يعني بنتساءل يعني ليه ما بنفقدش وزننا، يعني او ليه في مينز تفقدش وزنها بالرضاعه؟ لان يعني احنا بنعجن في الاكل، طيب فور ذا بيبي بقى، فور ذا بيبي يعني احنا دخلنا في اخر المعركه تقريبا، او المعركه ما قبل الاخيره. احنا هنتكلم عن ايه، نيوتريشنال ادفانتجز، يعني حاجات تخص التغذيه، وحاجات تخص انتي الرجيك ميونوجلوبين ايه بتاعنا، وسايكولوجيكال وايمونولوجيكال ادفانتجز. بس كده ماشي. ده بالنسبه للابن يعني. الام كانت ايه، 2 موفر 2 بريفنت وواحده ويت. طيب النيوتريشن ادفانتجز بتاعت البيبي دوت بيقول لك ان هو مناسب في حاجتين، هات القلم، مناسب ايه؟ مناسب في حاجتين اتنين، اللي هو مناسب كغذاء ومناسب كتمبريتشر. فبرضه يعني دي ان شاء الله تبقى تسكينه يعني. اتنين ايه مناسب؟ اتنين مناسب. وهنتكلم على حاجه، كلمه عن البروتين، كلمه عن الكربوهيدرات، كلمه عن الفات، وكلمه عن الايه، عن المعادن، كلمه عن المعادن. طيب يبقى هو مناسب ايه؟ مناسب في حاجتين، كان يعني كمغذي وبروبر في التمبريتشر، يعني مش محتاجه اسخنه مثلا، مش هقول ان ده انا اسخنه زياده كمثلا لو هو فورميوليتد ميلك يعني اللي هو المصنع دوت،
ممكن تبقى مسخنه بزياده او اقل او ايا يكن، فده مناسب جدا للطفل. طيب بالنسبه للبروتين بقى، فهو غني بالبروتين اللي هو ايه واي، احنا خلاص قلنا بقى عنه بقى اللي هو لاكت قالوا لاكت جلوبولين. بالنسبه للكازين فبيبقى قليل ليه؟ عشان طبعا الواي بيبقى ايه ايزلي دايجستد وايزلي ابزوربد، وقلنا ليه. طيب ال وليز اليرجيك والكلام ده. طيب هاي لاكتوز، احنا قلنا ايه عن لاكتوز صحيح؟ انا قلت هاي لاكتوز كونتنت، خلينا نقرا كده، ويتش بروفايد اسيدك بي اتش ان انتسم ذات انهبت الباثوجينيك ايه الباثوجينيك اورجازم. هنعيد المعلومه دي المره الثالثه كمان، لا فيما بعد يعني، دي المره الثانيه يعني. ان هاي لاكتوز، اللاكتوز دوت البكتيريا فلورا اللي هي الطبيعيه الموجوده في او النافعه الموجوده في الانتستن اصلا بتستخدمه او بتحول جزء منه الى لاكتيك اسيد، ودوت بيزود بيزود الاسيديتي يعني، او بيقلل البي اتش بتاعت الانتستن، ودوت كده بيخلي الانتستن وسط غير مناسب لنمو البكتيريا. ده واحد يعني، وبالتالي كده بينهبت الايه الباثوجينيك اورجانيزم ان هي تكبر. واللاكتوز طبعا نظر الطاقه يعني. طيب المهم، خلينا برضو نتكلم بقى على الفات، بيبقى محتوي على كميه مناسبه ونسبه مناسبه من الفات ماشي. المهم يعني اللونج، على فكره انا قلتها برضو ورا، ان هو بيحتوي على تراي جلسترايد اللي هو مصدر مناسب للطاقه، والفوسفوليبيدز اللي بيخش تكوين سيل ميمبرينز، وكمان تاني واحد كان ايه يا ربي اللي بيعمل مايلينيشن دوت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الايه كان الكوليسترول مع البولي انساتوريتد فاتي اسيد، الاثنين دول بيساعدوا في عمليه المايلينيشن للايه للبرين ماشي، للخلايا بتاع البرين. فالمهم ان هو اسينشال ديفلوبمنت للبرين والريتينا. طيب بيحتوي على الكالسيوم فوسفيت، وبيبقى النسبه بينهم من 2 الى 1. ليه؟ دي ايديال للكالسيوم ابزوربشن، لو زاد الفوسفيت بيكمبيت وذ كالسيوم في الامتصاص بتاعه من الانتستين. طيب بيحتوي على كميه قليله من الصوديوم ماشي، يبقى ليه بيحتوي كمان ليه من الصودا؟ نفس الكلام، عشان الهايبر ناتيون لو حصلت هيحصل برين دامج. فخلاص كده اتنين دول بيبقى مناسب فيهم، كان مع البروتين، كان مع عن الكربوهيدرات، كان مع الفات والمعادن، هي نفس الكلام عن المعادن بالظبط. قلنا ايه عن الحديد؟ قلنا ان نسبته برده بتبقى ايه قليله يعني، ورغم ذلك نسبته قليله وكافيه يعني، بس مش كافيه قوي، هي كافيه تقريبا من 4 ل 6 شهور اللي هو ما يسمى مرحله الاكسكلوسيف بريست فيدنج اللي هنقولها برده، فبتبقى كافيه اللي هي احنا قلناها كام 10 تقريبا صح، 10 مللي جرام، ده احتياجه في اليوم، بس هي موجوده لكل 100 مللي تقريبا 8% ماشي. وبيبقى موجود حاجه اسمها ايه اللاكتوفيرين اللي موجود في اللبن عشان يساعد على امتصاص الحديد. طيب نكمل الانتي اليرجيك ادفانتج، ايه مميزاته؟ اللي هو لوجود السكريتوري اميونوجلوبولين ايه اللي هو احنا قلنا بيضاد الاورجانيزمز، وبيساعد برضه على ان هو يقلل الالرجنز الفود الرجنز اللي داخله يعني ابزوربشن تمام من انتستين، اند ديكريز ريسك اوف اي الرجنز ديسورد. والله نفس الكلام، والله نفس الكلام، المهم يمنع الاورجانيزم انها تشتغل ان هي ضامن الانتستين او اصلا الفود الرجنز يعني اي حاجه مضره في الاكل مثلا، او بالذات الكاو ميلك بيبقى فيه اريتنس كتير بيمنعها ان هي تخش الايه الانتستين. طيب ما هو بيعمل ميوكوزا البارير، ميوكوزا البارير ده يعني ايه؟ يعني بيقف كده حيطه صد كده على جدار الانتستين، لا مش اي حاجه بتعدي. طيب خلينا هنا برضو سايكولوجيكال ادفانتج، بص يا سيدي ان السكن تو سكن يعني فكره ان البيبي يلمس جسم الام وعينه في عينها، عينه في عينها وجسمه وجلده لامسها، والام برضو سامع ضربات قلب البيبي، ده كله بيعمل ساتسفاكشن، لا وهو سامع ضربات قلب الام تمام، وهي برضو ايه ده بالمناسبه بيعمل برضو ساتسفاكشن ليها ان هي كده بيحسسها باحساس كويس، بيعمل لها ايموشن ساتسفاكشن ان هي كده بتعمل حاجه مهمه في حياتها ان هي بتربي البيبي. بالنسبه له بقى هو، خلينا نتكلم عن البيبي، ان الحاجات دي كلها بتعمل له هو ايموشن ساتسفاكشن، وده بيساعد على ان هو ينمو نمو طبيعي، وكمان يبقى ذكي، ينمو يعني ينمو حلو وكمان يبقى ذكي ماشي. طيب ودي جزء من الدراسات اصلا، ان الطفل اللي هو بيبقى واخد اللي هو الفورمولات الميلك مش بيبقى نفس يعني معدل النمو، معدل الذكاء، معدل اللي هو تحسه كده مرتاح نفسيا يعني ماشي. في حاجه اسمها اكسكلوسيف بريست فيدنج، ودوت يعني اكسكلوسيف يعني انت ما بتاخدش في حياتك او الطفل ما بتاخدش في حياته الا بريست فقط، لا ميه ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص 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 غير بريست ماشي. ودوت في اول قد ايه؟ في اول من 4 ل 6 شهور من الرضاعه. وكذلك برضو معلومه عن اكسكلوسيف بريست فيدنج، ان هو لايف سيفنج فور انفانتس ان ذا ديفلوبينج كونتريز. يعني ايه؟ يعني طبعا ديفلوبينج كونتريز ما معهمش فلوس يجيبوا يعني اللي هو اللبن صناعي ماشي، فده طبعا لايف سيفنج. طيب خلينا بقى الاميونولوجيكال ادفانتج بتاعته، ان هو انتي انفكتد يعني انتي، خلينا نسكن نبقى نسكنها في الاخر. طيب هو اللي قبلها، الجمله اللي قبلها دي بتاعت سايكولوجيكال ادفانتج دي بتتجمع، او يعني احنا ممكن نقولها يعني بيحس بيها ويبص بعينيها ويسمع ضربات قلبها، اذا عايزين تترجموها بالعربي يعني ده باختصار، بس مش مهم قوي يعني. الفكره ان هو بيعمل ساتسفاكشن دي ايموشنال ساتسفاكشن للبيبي والام كمان.
انتي افكتيف ايجنت بتاع الاميونولوجيكال ادفنت. ايه ما ايه بقى اهميته المناعه؟ انتي افكتيف ليه؟ اولا كده هو ستيرويد، يعني اكيد 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 ده مش كونتامينيت. يعني مثلا وانت بتكون اللبن او انت بتحضر اللبن ممكن يبقى كونتامينيشن، ممكن يبقى الببرونه ديت او عليها كونتامينيشن او مش غسلها كويس او يعني، فهو فري من الكونتامينتس. طيب تاني حاجه ان هو بيفيدس فاكتور، والبيفيدس فاكتور دي مهمه قوي قوي قوي. يعني ايه بيفيدس فاكتور دي؟ هي البيفيدس ده عباره عن اوليجوساكرايز، والاوليجوساكرايز دوت اللي هي مهمه نسيسري فور جروث اوف لاكتو باسيلس، ودي البكتيريا نافعه موجوده في الانتستين. اللاكتو باسيلس ديت البكتيريا النافعه ديت لما بتكبر بتانترفير with growth للباثوجينيك بكتيريا. ما هي كده لما السكر دوت يخش البكتيريا دي تتغذى عليه، تقوم هي واخده المساحه بتاعت الانتستين وتمنع نمو ان البكتيريا التانيه تكبر. ماشي، زي ايه مثلا؟ زي الباثوجينيك اي كولاي، لان في برضو نورمال فلورا موجوده في الانتستين، فبيسمى بروبيوتيك. يعني ايه بروبيوتيك؟ يعني بروبيوتيك اللي هو شبه معادن او فيتامينز او البروبيوتيك بالظبط كلمه تطلق على الاورجانيزمز المفيده الموجوده في الجهاز الهضمي بتاعنا. تمام، حتى عادي الكبار بياخدوها في ادويه كده اسمها بروبيوتكس. فالمهم ان البيفيتس فاكتور دي احنا قلنا عباره عن سكريات اوليجوساكرايز، البكتيريا دي اللي هي نافعه دي بتغذى عليها وبالتالي بتمنع ان البكتيريا الثانيه تاكلها اللي هي الباثوجينيك بكتيريا، او انها تكبر اصلا. وكمان اللاكتوباسيلس ديت اللي هي بتشتغل على ايه؟ اللي هي بتشتغل على اللاكتوز وبعد كده تحول لاكتيك اسيد فبتعمل اسيدتي. فهي فكره ان انا لما اغذي البكتيريا ديت طبعا بمقدار معين اللي هي موجود بيه البيفيدس فاكتور هتمنع دي. طيب سبيسيفيك فاكتورز دي زي ايه؟ هو مش ذاكرها عندنا يعني، بس خلينا بس نقول بتنهبت الجيارديا والاميبا وكمان الفيروس انفكشن. يعني اصلا الملك بيبقى فيه الانترفيرون، والانترفيرون دوت بيمنع ايه؟ بيمنع الفيروس بروليفريشن، او ان يعني الفيروس يهاجم، يعني بيهاجم الفيروس. طيب الجيارديا والاميبا بيبقى فيه حاجه في الملك اسمها بايل سولت ستيميوليتد لايبيز. يعني ايه بايل سولت ستيميوليتد لايبيز؟ من اسمها كده اللايبيز اللي بيتحفز فقط في وجود البايل سولتس. يعني اللايبيز ده مش بيتحفز البايل سولتس دي اللي هي موجوده اللي طالعه من المراره. ماشي، المراره هي اللي هي بتتحد مع الكومن هيباتيك دكت، ادي الليفر اهوت، الليفر فوق اهوت نازل من الكومن هيباتيك دكت المراره عشان يعملوا كومن باي دكت، باتحادها بقى مع الدكت اللي جايه من البنكرياس اللي هو الشجر ديت. بتنزل بقى تفتح فين؟ تفتح في السكند بورد اوف ديودنم. تمام، السكند بورد اوف ديودنم ده اللي جاي منه ايه؟ مع المراره دي بقى في ايه اللي هو البايل سولتس. ماشي، اللي هي نازله من الليفر اللي هي اتكونت في الليفر وتخزن في المراره وتنزل هنا. المهم ان هي لما تنزل في السكند بورد اوف ديودنم اللايبيز اللي موجود في الملك بقى ساعتها بينشط. والجياردي اصلا بيقول لك ان الهابيتات بتاع اللي هو مكان نموه بتبقى في السكند بورد اوف ديودنم، الديودنم السكند بورد بالذات بس. فاللايبيز لما بينشط هنا بيمنع ايه؟ بيمنع الجياردي يعني ايه؟ بروليفريشن. المهم السكريتوري اميونوجلوبولين ايه؟ قلناها 200 مره ان هو ناتشرال او بروتكتور يعني للميوكوزا، ميوكوزا بروتكشن للجي اي تي والريسبيراتوري كمان بلوك اديجن الباثوجين ميوكوزا سيرفيس جي اي تي ان توكسين. مفيش حاجه بتعدي وحشه الاميون جلوبين ايه ما دام هو بارير، خلاص مفيش حاجه بتعدي وحشه لا بكتيريا ولا توكسين بتاعتها. وكمان بيمسك في البكتيريا وينزلها، يعني بيمسك في البكتيريا وبيتنزل في السول. طيب في سيلز زي ايه؟ زي فاكسوتيك لايك مايكروفاجز. ليه يعني في مايكروفاجز موجوده فيها؟ ما هو اصلا احنا قلنا الملك بيكون من الدم بتاع الام، الدم بتاع الام فيه مايكروفاجز وفيه ليمفوسايت اللي هو بي وتي، وليمفوسايت البي اللي هي بتكون كل اميونو الانتي بوديز، والتي ليمفوسايت اللي هي بتمنع بتحفز، يعني تعرف اللي هو بتعمل كنترول للمناعه، يا اما بتحفزها لوجود انفكشن يا اما بتظبطها مثلا عشان ما فيها ثلاث انواع. المهم يعني ان هي بتعمل كنترول للايه؟ للاميونيتي بتاعت الطفل. طيب الكومبلمنت برضو بيساعد الاميونوجلوبولين ايه في ان هو يعمل بكتيريالايزز، يعني بيحقن البكتيريا، ما ده اصلا جزء من الانفلاماتوري ريسبونس. طيب الجلايكوليبيدز ديت، بصوا الجلايكوليبيدز دي عباره عن جلوكوز وجزء منها دهون وجزء منها جلايكوجين يعني او جلوكوز كربوهيدرات. طيب المهم ان هي بتانترفير وذ ايه؟ وذ التوكسين والمايكرو بكتيريا او المايكروبايل اديهيجن للميوكوزا. يعني بتخليها هي بتبقى ماسكه في الخليه بتاعت الايه؟ بتبقى ماسكه في الخليه بتاعت الانتستين، ف ايه بتكمبيت ويز الريسبتورز دي ان هي تمسك فيها ايه؟ او ان الخلايا دي يمسك فيها التوكسينز والبكتيريا. طيب اللايزوزايمز، اللايزوزايمز ديت طالعه من الماكروفاج. اللايزوزايمز عباره عن انزيمز، الانزيمز دي بتدمر البكتيريا بس بتعمل بكتيريا لايسيس. فانت عندك الكومبلنت بيعمل بكتيريا لايسيس، اللايزوزومز بتعمل بكتيريا لايسيس، طبعا البيتا والبي او تي لينوسايت طبعا بتهاجم برضو، الماكروفاج بتهاجم وهكذا. ماشي، كل دي مناعه بتهاجم اي بكتيريا بتبقى داخل، وده كله انتي انفكتيف. ماشي، مش عايزه انفكشن. اللاكتوفيرين اللي انا قلته برده كذا مره ان هو الايرون بايننج بروتين بقى اللي هو بيمسك الايرون دوت يدخله جوه خلايا الانتستين، وبذلك مفيش ايرون تتغذى عليه البكتيريا اللي هي السيدروفيليك بكتيريا. يعني ايه سيدروفيليك؟ يعني حديد فيليك، بتحب البكتيريا اللي بتحب الحديد.
على فكره برضه بتتقال ان اصلا الانسان المريض يعني او كده وعنده انفكشن يعني فارنجايز او ايا يكن، المفروض ان هو ما بياخدش حديد كتير. ليه ما بياخدش حديد كتير؟ عشان عشان الحديد بيساعد على نمو البكتيريا، ماشي. فالمهم ان اللاكتوفيرم دوت موجود في الميلك، بيساعد على ان هو ياخد الايرون على طول يدخله جوه الايه الانتستين. قلنا بياخد رغم ان الايرون قليل بياخد من 50 ل 75% منه بيمتص داخل الانتستين ايه بفضل اللاكتوفيرم ده، تمام. المهم ان هو بيكمبيت ويز كده اند ديبرايف ديم فروم فروماين، يعني بيحرمهم من وجود الحديد وسيلوتوفيريا للبكتيريا جروث سبيشالي اي كولاي، يعني من البكتيريا اللي بتحب الحديد ايه الاي كولاي، وبالتالي مش هتكبر وبالتالي مش هتدمر ايه الخلايا بتاعت الانتستين. طيب انتي انفلاماتوري فاكتور يعني برضو انتي انفلاميشن بقى ان ما يحصلش انفلاميشن والتهابات وكده، زي انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت ديت اللي هي بتساعد اصلا على الـ على الايه على على نضج الخليه او خلينا نقول ايه سلامه الخليه، ماشي، زي فيتامين ايه وسي واي. انتي بروتيز انا مش هقدر اشرحها، انا حاطه سلايد كده في الاخر يعني. المهم انتي بروتيز زي الانتي كايمو تريبسن. بالنسبه للانتي كارب تريبسن حاجه شبه برضو اللي هو الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، لو فاكرينه لما بيحصل فيه ديفيشنسي بيبقى فيه الرئه بتبقى متعرضه ان هي يحصل لها ايه، بتبقى متعرضه ان هي يحصل لها انفيزيما، انا سرحت، بتبقى متعرضه ان هي يحصل لها انفيزيما. المهم يعني كمان بيحصل لما بيحصل ديفيشنسي برضو في البروتين تاني اللي هو الالفا انتريبسن ديفيشنسي، بيحصل برضو من الحاجات المساعده ان يحصل سيل اسمها ايه ليفر سيروسس. لو في وقت نبقى نشرحها، ماشي. البروستاجلاند دي برضو بتظبط الانفلاميشن، وكمان سكريتور اميونوجلوبولين ايه برضو بيعمل كنترول للايه للانفلاميشن. فده كله كده بيخلي الانفلاميشن الانفلاماتوري ريسبونس، لو في حاجه هتهيج جهاز المناعه ده كله بيظبطه، او في حاجه هتكسر الخليه مثلا ده الانتي اوكسيدنتس بتمنعها. والبروتيز برضو دوت اصلا يعني البروتيز ده اصلا انتي بروتيز اللي هي الانزيم اللي بيكسر البروتينز، فالانزيم بيكسر بروتينز مهمه، فبيبقى نزل مع الميلك دوت انتي بروتيز. المهم في سلايد ورا لو في وقت هنقولها. اميون موديوليتورز يعني بتعدل برضو جهاز المناعه بما يتعادل، يعني ايه لا تزيد قوي ولا تقل قوي، لا تزيد قوي تعمل مثلا انتي اوتو اميون ديزيزز، ولا تقل قوي تحس ان هي مثلا ما تهاجمش. فالسيتوكاينز حاجه شبه السيتوكاينز والنيوكليوتايدز، بالمناسبه الحته دي ما كانتش في الاسئله قبل كده يعني، بس المهم السيتوكاينز والنيوكليوتايدز ايه يقول لك ان هي بتسيرف يعني كموديوليت الانفانت اميون ريسبونس وبروموت البروبر اميون رياكشن، والله نفس الشيء تقريبا. فبتساعد ان الانفانت ده لو خد فاكسين يبقى ليه ريسبونس كويس كانتي بودي، يعني يكون انتي بودي مناسب للفاكسين دوت، مثلا زي ليفر اتينيوتد فاكسينز اللي بياخدها فيما بعد او كده، يكونها بكميه مناسبه بحيث ان هي مش يكون انتي بودي تضرب الجسم يعني، ماشي. وبيبروتكت الانفانت من اي من الالرجيك ديزيز زي البرونكيالاز. طيب ما هو البرونكيالازم اصلا هايبر سنسيتيفيتي للريسبيراتوري باثوي لاي ايريتنتس، يعني مثلا اي حاجه بقى شبه البخار، بخار ايه شبه الغبار او ايا أي يكن، يعني في ريزنس كتير ممكن تهيج الجهاز الايه الجهاز التنفسي، هو بيمنع الموضوع ده، ماشي. طيب اكسكلوسيف بريست فيدنج اللي انا قلت ورا اللي هو يعني ايه اكسكلوسيف، يعني انا مش باخد اي حاجه من 4 ل 6 شهور او الاربع ست شهور في الرضاعه الا الميلك ده. فمعنى اكسكلوسيف بريست فيدنج ان البريست فيدنج دوت هو الون في الفيرست ايه من 4 ل 6 شهور. يعني ايه الون؟ يعني نو فود نو درينكس، مفيش ميه، مفيش اكل، يعني بلاش برضو اللبن المصنع، ماشي. نو ليميتيشن في النمبر اوف فيد، يعني بلاش مثلا اقول ده انا والله احدد للطفل مثلا 5 رضعات في اليوم 10 رضعات في اليوم. هي افضل حاجه في بصراحه في البريست فيدنج ان احنا ايه ان هو يبقى اون ديموند، يعني لما الطفل يجوع ياخد. طيب نو ليميتيشن في تايم اوف لينث برضو ان ما يبقاش التايم بتاعه ايه كتير. طيب قصدي ما حددش مثلا ان انا الرضعه تبقى 5 دقايق 10 دقايق مش عارفه ايه، ماشي. طيب رغم ان الطفل تقريبا بيفضل ملك في حوالي من 5 ل 7 دقايق، فيما بعد ذلك لما بيطول عن كده بيبقى بيستمتع يعني، هو مبسوط بس وخلاص. طيب الا بقى خدوا بالك ان ده كله انا مش باخد اي حاجه مع الملك الا الفيتامينز والمينرالز، يعني حاجه مثلا احنا قلنا ورا ان الفيتامين دي بناخده مثلا من تاني شهر، اه طبعا ماشي. الفيتامينز والمينرالز بناخده وقت الحاجه، وكمان مثلا حاجه شبه الكالسيوم والحديد نبدا برضه ناخده من 4 ل 6 شهور كده، ماشي، اللي هو اصلا من بدايه المده دي عادي بنبدا ناخد كالسيوم وحديد. ليه؟ لان الطفل عند 6 شهور مثلا بيبدا يسنن، يبدا العظم بتاعه هيقف هيكبر ومش عارف هيبدا يقف ويبدا يقعد ويبدا مش عارف ايه. فده كله محتاج ايه؟ محتاج فيتامين، لان اصلا النسبه بتاعت الحاجات ديت في الملك مش كتيره، هي بتبقى مناسبه في الاول، ماشي. فالمهم انك الجمل دي لا تشمل فيتامين والمينرالز. طب الفوائد الاكسكلو ان هو بس ما بياخدش الا بريست في اول 4 6 شهور ايه؟ اولا كده بينشر حاجتين، بيبروفايد حاجتين وبيأفويد الـ8 حاجات دول، بس احنا والله قلنا بينشر حاجتين، يعني بينشر ان احنا كده
بناخد كولسترول يعني اكيد ان احنا ما خلاص ما فيش الا بريست، فانا كده كده لما ايه هاخد كولسترول. خدي بالك برضو ان الرضاعه المفروض ان هي بتبدا بعد الرضاعه على طول من نص ساعه لساعه. المهم بينشور برضو كونتينيوشن اوف بريست فيدنج لاهميته الشديده جدا طول المحاضره. بيمنع حاجتين، بيمنع النيوتريشنال انا اسفه بيوفر اوبتيمال حاجتين، يعني ايموشنال سبورت. احنا قلنا برضو ان السكين تو سكين واي تو اي كونتاكت مش عارفه بيسمع ضربات قلبها، فهو بيبقى كده عنده ايموشنال ساتسفاكشن في الطفل، فبيساعد على النمو والنضج بتاعه بشكل ايه بشكل مهم يعني بشكل اسرع. طيب وكمان نيوتريشن سبورت يعني ايه؟ يعني طبعا بيوفر له الغذاء الكافي كافي وزياده. طيب بس المده دي بس. طيب بيأفويد ايه؟ بيأفويد الانفكشن والانفكتيف دايري والفود الرجي والمال نيوتريشن. مثلا المال نيوتريشن الكوشر كور والمرض مثلا اللي هتختم في اسمها ايه في الفصل الثالث او في الشابتر الثالث. طيب وبيأفويد الهايبو كالسيميا والتيتان. ليه افويد الهايبو كالسيميا؟ لان المفروض ان الكالسيوم والفوسفات نسبتهم من 2 الى 1، وده مناسبه لامتصاص الكالسيوم، وده مناسبه ان الكالسيوم في الجسم يبقى كميته كويسه، ويحصل مش هيحصل هايبو كالسيوم، مش هيحصل تيتان تشنجات اللي هي بيبقى فيه طبعا ليتانت، وبيبقى مش عارفه ليتانت تيتاني وابرنت تيتاني. المهم الهايبر ناتريميا بقى بوجود ان ان الصوديوم فيه بيبقى المفروض قليل. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه هايبر ناتريميا، عشان ما يعملش ايه تدمير للخلايا البيض. قلنا الكلام ده كله صح، قلنا ان هو بيقلل البوست بارتم هيموريدج وبيقلل الكانسر ريسك. فدي خلاص تجميع احنا دلوقتي بنجمع اهو اللي احنا قلناه. طيب التكنيك اوف بريست فيدنج ده مهم جدا كعملي اكتر من دلوقتي يعني كنظري، بس برضه هنقول كده بسرعه. المفروض ان البريست فيدنج ده بيحصل ازاي؟ اولا كده البريست المفروض يبقى نظيف ماشي، ما يبقاش فيه كونتامينيشن يعني. طيب عشان ما ندخلش الطفل. تاني حاجه كوريكت البوزيشن، ودي مهمه قوي. المفروض ان الطفل البطنه تبقى لامسه بطن الام، وبيبقى متوجه بوشه ليها، والام تبقى قاعده مستقيمه ظهرها مفروض ومش متنيه ومنحنيه كده ماشي. يبقى خلينا نقرا ان البيبي كلوز ان فيز ذا مذر وبصص للام، بحيث ان هو يبقى فيه سكين تو سكين كونتاكت واي تو اي كونتاكت. تاني حاجه ان الهيد والبادي بتاع البيبي بيبقى سبورتد ات بوتس، شايف الام هي اصلا. اول لما الطفل بيبدا يرضع بيحصل ريلاكسيشن لكل عضلات المصل. ليه؟ لان هو بيواجه مجهود عنيف ان هو يمص، يعني حرفيا السكلينج دوت بياخد منه مجهود عنيف قوي 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 ماشي. فالمهم يعني بيحصل ريلاكسيشن كده، فالام لازم تسبورت الطفل كده من الباتوكس ايه واسمها ايه وراسه وضهره، مش المهم لحد الباتوكس. طيب الام لازم تقعد كومفورتبل ماشي، والباك سبورتد والشولدرز ابرايت يعني مستقيمه كده، والمذر طبعا بتجيب الطفل ناحيتها وزود ليني فورورد مش هي الايه مش هي اللي بتنحني. خلينا كده نفتكر الصوره يعني خلاص، ان هي بتبقى قاعده ظهرها مستقيم وجايبه الطفل عليها مش هي اللي مياله، يعني هي مثلا مش قاعده على رجلها وميله، لا هي جايبه عليها هي، وطبعا لامسها وباصص لها والكلام ده كله. امال هيرضع ازاي؟ وبس ماشي. المهم الكلام ده شويه نفتكر صوره. البروبر اتاشمنت بقى ده يعني انت اسمك ما تنساش دوت في العملي ولا في النظري، يعني بيجي في الام اس كيو طبعا. ايه البروبر اتاشمنت؟ بيقول لك اول حاجه، حاسه ان عندي كلام كتير اقوله بيخليني اعجن كتير وازود في الوقت. مفروض يعني ان الطفل الاول لما بيلمس الام يعني بنبقى مهتمين بحاجتين، او هي بياخد 3 مراحل. اول حاجه بيلمسها وبنستنى عليه كده 10 ثواني، يعني الام ما على طول ما تقومش تشدها حواليه. يعني اول لما يلمس البريست خلاص ايه اللي بيحصل؟ نسيبه 10 ثواني. ليه؟ عشان كل لما هو ال10 ثواني دول بيبدا يفتح بقه باكبر قدر ممكن. ليه؟ عشان يبلع اكبر قدر ممكن، او يحط اكبر مساحه ممكنه من النبل. ما يبقاش بس النبل يعني، ما يبقاش بس مسك النبل، لا يخش كمان على الاريولا تبقى في بقه. ليه؟ عشان يضغط على الدكتس ديت. ما بيبقاش، ما هو لو ضغط على الاريولا بس ما بياخدش كميه لبن كبيره، فاللبن هيتحوش جوه البريست ومش هيطلع بالكميه المناسبه يعني. تاني حاجه ان هو هيبدا يعض هنا مع مرور الوقت يعني، واسنانه تكبر وكده هيبدا يعض ويعمل فيشرز في النبل، ودي ممكن اصلا تدخل الام انفكشن. فالمهم يعني ان هو لازم يفتح بقه، يبقى بنستنى عليه 10 ثواني. يبقى اول لما بيلمس بنستنى عليه 10 ثواني، وبعد كده الام تقوم جايباه بقى ايه؟ جايباه عليها تمام؟ عشان ايه؟ عشان احنا كده ضمننا ان شاء الله ان هو واخد البريست كله في بقه. نتيجه لذلك بقى المفروض ان يبقى وايد اوبن ماوث، ان بقه مفتوح فتحه كبيره ومناسبه. قلنا ال 10 ثواني دول هيوفر لنا الموضوع ده. تاني حاجه انه مفتوح فتحه مناسبه، اللور ليب تيرند اوت وورد، ما هي من كتر ما انت افتح بقك كده خالص انت تحس ايه شفايفك طبعا لازم تبقى طالعه بره مش لجوه. ان التشن تاتش البريست، اكيد التشن لمسه البريست هي اللور ليب، قلنا ان هي متحركه لبره. ومور اريولا ابوف ذا بنبل، يعني الاريولا المفروض ان هي تبقى باينه من فوق ما تبقاش فيها تحت، يعني تبقى اكبر من تحت. لو هيبان اريولا فوق تحت يبقى اريولا الموجوده فوق تبقى اكتر، وغالبا يعني المفروض ايه ان الاريولا بس مثلا ما بتبانش اصلا كلها الا جزء بسيط بس من فوق.
ماشي، ركز في الكلام ده، ركز في الكلام ده. يبقى هو لمس من تحت قوي، اعتبره مثلا ان هو حشر قوي البريست من تحت فيه، فاللور اللي بتبقى محشوره لبره او مياله لبره، والشن لمسه البتاع، والاريا اللي ايه باينه من فوق بس كده، ايه حته بسيطه. طيب والبق بتاع راوندد، يعني ايه تشيكس راوند؟ يعني مليان لبن. ماشي، يبقى بيرضع بكميه مناسبه. وجلبن ساوند يعني ايه؟ يعني صوت البلع بتاعه، صوت البلع بتاعه اللي هو جلبن ساوند. فده كله بينشور ان فعلا في بروبر اتاتشمنت. طيب البروبر اتاتشمنت عكس ده بالظبط، ان الماوس ما بيبقاش ان هو فاهم مش واسع، لا ده هو ضيق كده ماشي، فتحته فتحه صغيره، واللور ليب تيرن انورد يعني اللي جوه مقلوبه لجوه، والشن مش لامسه اهي خالص. ومور اريولا فوق، قصدي مور اريولا السين بلو، يعني في اريولا تحت اكتر من فوق. وديملينج، ديملينج ديت اللي هي فاضيه ماشي، اكنك ضغط على خدوده كده، فهي الخدود فاضيه ما فيهاش لبن. وسماكينج ساوند، يعني ايه سماكينج؟ يعني مصمصه، لكن ما هو تعرف لما ما بيكونش اصلا بيرضع، ما فيش لبن بيوصل له الا مثلا حاجات بسيطه خالص، اكنه بيمصمص كده ماشي، ان ما فيش لبن فيه. طيب بعد يعني ايه المفروض بقى ان شاء الله هنعمل بروفر اتاتشمنت، هنعمل ايه للده بيبي تو اركتيتي، يعني ايه اسمها ايه بيسموه ايه، يتكرع صح، يتكرع ان هو بنعمله برون بوزيشن كده، بننيمه كده في وضعيه البرون بوزيشن وبس كده، بحركات دائريه بسيطه خالص كده على ظهره، بحيث ايه، بحيث ان هو يطلع الغازات يعني الاير اللي دخل مع الاسوالو ديت، يطلعه ايه، يطلعه من بقه. وده بيمنع ايه، بيمنع ما الاير دوت يعني لما يبقى فيه اير جوه المعده بيعمل يعني ايه ريتيشن شويه في المعده، او بيبقى تقيل على المعده شويه، فممكن يحصل فوميتنج فيما بعد. تاني حاجه ان هو بيعمل اند كوليك افتر ايه، كوليك ديت اللي هي مغص، ان الامعاء هتبقى مش مرتاحه ماشي، عشان عايزه تطلع الغازات دي بس. فاحنا بقى او الهواء اللي دخل مع الرضاعه دي، فاحنا بنحاول نخرج ايه شويه الهواء اللي دخل يعني بالاركتيشن ده. طيب تقريبا كده خلاص صح، الافكسي وبريس فيلينج. عندنا الجدول ده برضو سريع كده وجميل، ادكوت بريس فيدنج اندر فيد، والطفل اللي هو اوفر فيد، الادكوت دوت المناسب والايه والتمام والمنهي. اول حاجه احنا هنقارن بالنسبه للنقط دي يعني ماشي، ان شاء الله ده اختصار اللي هي الصفحه اللي موجوده في الكتاب. ساتسفاكشن افتر فيدنج، بالنسبه لمدى الرضا بتاعه يعني ايه ساتسفاكشن؟ ده هيقول لك انا مبسوط، مش هيقول لك، هو مش هيعيط، مش هيعيط وبينام. بالمناسبه بعد كل رضاعه لازم، او اقل كميه الطفل بينامها ساعتين، دي اقل حاجه خالص ماشي. بس هو المعدل الطبيعي برضو المكتوب يعني من 3 ل 4 ساعات بعد ايه، بعد النوم. فالمهم ان satisfaction after feeding ايه، no crying. no crying يعني هو كده رضع وان شاء الله مبسوط وهينام 3 ل 4 ساعات. طيب والويت جين بتاعه المفروض ان هو بيكسب 25 جرام بير دي ان ذا فيرست 4 مانث، كل يوم بيكسب 25 جرام ايه في وزنه. طيب بالنسبه للباول هابتس ريجولر، بالنسبه لطفله يعني ايه ريجولر؟ يعني المفروض يعني ان هو المعدل المتوسط ان هو بيعمل 4 ستولز في اليوم، 4 مرات يعني، بالذات بعد من اول وتاني اسبوع، بعد اول وتاني اسبوع كده بيبدا ايه، بيبدا الاستول يبقى 4 مرات في اليوم، وبيبدا عدد اليورينيشن 6 مرات في اليوم. جميل. طيب يبقى ده ريجولر بالنسبه للطفله. طيب الفيت تيست، يعني ايه فيت تيست نورمال؟ يعني المفروض ان هو بيكسب ده لما اشوف وزنه يعني وجع وزنه كل شويه او كل يوم، المفروض ان هو بيكسب يومين ايه 25 جرام في اول اربع شهور. طيب وبعد كده مفيش تريتمنت طبعا. طب الاندر فيد بقى اللي هو ما بيتغذاش كويس، طبعا بعد الرضاعه هو اصلا كان المفروض ان هو بيعيط قبل الرضاعه عشان يرضع، يبقى هو بيعيط قبله وبعد الرضاعه، يا نهار ابيض ما كانش كويس. تاني حاجه بورسلي ما بيعرفش ينام. تالت حاجه ان هو بيكسبش الوزن المناسب. رابع حاجه ان ما فيش رضاعه، يعني ما فيش ملك بيخش، يعني ما فيش اكل بيخش الجهاز الهضمي بتاعك، يعني الجهاز الهضمي بتاعه ما بيتحركش، يعني بيحصل كونستيبيشن، يعني اجر الله طفل يعني طبعا الانتستين بتاعته ضعيفه جدا، مش حمل اصلا ان يحصل لها كونستيبيشن. وطبعا اوليجوريا لان برده الملك بيبقى فيه ميه صح ولا ايه، الميه دي مش موجوده فمش هيعمل يورينيشن، يبقى لا ستول ولا ايه ولا يورينيشن. طيب لويدين اكيد ما بيكسبش وزن يعني، فعلاج الموضوع ده ايه، ان احنا طبعا هنحسن النيوتريشن بتاع الام، لان غالبا الام ما فيهاش نيوتريشن فما بترضعش الطفل بشكل كويس، او بيبقى فيه بور اتاتشمنت. المهم ايا يكن السبب، فاحنا هنغذي الام كويس، هنتاكد ان الام متغذيه كويس. ثاني حاجه هنكسكلود اي ايرور للتكنيكس بتاع الفيدنج، احنا قلنا ان هي البور اتاتشمنت دي، وكومبلمنتري فيد يعني ايه، نحاول بقى نغذي الطفل احنا ببيتامينز بقى مثلا من بره ماشي، فيتامينز بقى او مينرالز ايا يكن هو مقصود. طيب اوفر فيدنج بقى لو الطفل القلبوز اللي بياخد اكتر من حجمه هيعيط بعد الرضاعه. طب ليه هيعيط؟ عشان هو واخد كتير. طب إيه ليه واخد كتير؟ يعني ايه فكره يعني ان هو يحصل له ابدومينال كوليك، الامعاء بتاعته مش مستحمله كل الكميه دي وعايزه تخرجها، دي كتير قوي عليه مش هتمتص ده كله ماشي، بس فبيحصل له مغص. طيب بالنسبه للسليب والويت، يعني بيقول لك ان هو يا اما ريبيت فوميتنج او ريجوريتيشن. الفوميتنج دوت يعني كان الفرق ما بينهم، ان البوميتنج دوت هو ريفلكس بيطلع من تحت، انت عارف المعده نفسها،
والامعاء بتنقبض وبتطلع الاكل من الامعاء او المعده لفوق. اما الريجربتيشن هي جاست اصلا بيبقى موسم موجود في الاسوفاجس اصلا وبيطلع بس كده، بيطلع بعد الرضاعه، وبيسموه القشط. ايوه ريجربتيشن اللي هو بيسموه القشط، اما ده ترجيع يعني من تحت خالص، مش من تحت خالص. اما ده مجرد القشط كده ايه بيطلع حاجه بسيطه. فريجربتيشن ده حاجه طبيعيه ونورمال. فوميتنج لما بيزيد طبعا تبقى حاجه مقرفه يعني، حاجه وحشه يعني بالنسبه للطفل. طيب بالنسبه لاول هابت فريكونت سول موشن، يعني طبعا ما عنده ابدومينال كوليك، عنده مغص عايز يخرج كل السول ده، الويت جين ازيد من 25. فالحل ايه؟ ان احنا نعمل وايد سبيس بين فيت، يعني ايه؟ يعني نخلي فيه فترات ما بين الرضع والتاني. الكونترا اندكيشن اخر حاجه الحمد لله، كونترا اندكيشن اوفر بريست فيدنج بقى. في تمبرري كونترا اندكيشن يعني حاجات مؤقته يعني فيو دايز اور مور، او في حاجات بقى اللي هي ايه بيرمننت. طيب بالنسبه للتمبرر برضه، بالنسبه للام، بالنسبه للاب، يعني لو الام غالبا كده انفكشن، يعني انت عارف الام دلوقتي ايه، الام دلوقتي مش مناسبه ان هي ترضع، ليه؟ عندها انفكشن. عندها انفكشن ممكن تنتقل، النيمونيا ديت طبعا ممكن يعملها بكتيريا، ممكن يعملها فيروس، ممكن يعملها كذا حاجه. فلو عندها نيمونيا او عندها تايفويد دوت ممكن ايه ينتقل عن للام في اللبن. طيب تاني حاجه لو عندها بريست، هي اصلا لو في بريست ابست عند الام، يعني الالم الرهيب ده مستحيل اصلا خلاها ترضع في نفس البريست. ماشي، بس احنا مش بنوقف البريست فيدنج ساعتها، بيبقى في البريست التاني يعني غالبا مش هيبقى طالع في الاثنين يعني. فهي بترضع من البريست التاني لحد ما بنعالج الابسس ده بانتي بايوتيك في الاول، وبعد كده لو حصل بقى ان الباص يتكون هنفتح ونرين، وده هتاخدوه برده في الجزء الثاني المحاضره. المهم تيركافري تمام، ما بيرضعش لحد بس ما يخاف وخلاص. طيب يوز اوف هارمفول ميديكيشن، هي بتستخدم في الوقت ده ميديكيشن زي مثلا راديو اكتيف ايدين، يعني مثلا حاجه في كنت اقول لكم حاجه في اسمها ايه، في الثايرويد جلاند، لو هي مثلا عندها هايبر ثايرويدزم او حاجه وبتستخدم راديو اكتيف ايدين، فبرضه مش هينفع تاخد ايه ترضى في الوقت ده عشان ده بينتقل في الميد. طيب فور دايجنوستيك بيرمزز اور مثلا انستيك فور اوريتابل بروسيجر، او برضه لو هتعمل اي عمليه فيها اي مخدرات، مخدرات اي مخدر يعني او مسكنات ما ينفعش. طيب انفضايل كوز بان برضه حاجه من الحاجات اللي هتحتاج اشرحها، البريست ميلك جوندس. المهم البريست ميلك جوندس دوت بنوقف البريست لمده يوم او يومين، والعمليه دي ترجع مره ثانيه يعني، او الاكيوت. خلينا نحطها خالص على نبقى شرحنا حاجه يعني. البريست ميلك جوندس، طيب بصوا، المفروض يعني ان الطفل بيبقى كميه الهيموجلوبين في دمه وكميه الريد بلاد سيل اصلا في البدايه تبقى كبيره، او مش في البدايه يعني بيبقى عنده هيموجلوبين وبلاد كتير تمام. وطبعا الهيموجلوبين اغلبه في دمه ساعتها بيبقى في ايه، بيبقى اللي هو الهيموجلوبين اف او الاف هيموجلوبين، اللي هو بيبقى له عنده له افينيتي للاكسجين. ماشي، فطبعا الريد بلاد سيل اللي مليان الهيموجلوبين ده المفروض ان احنا بنستبدل الهيموجلوبين ده كله كده بالهيموجلوبين الماتيور بتاعنا اللي هو بيبقى له هاي افينيتي ان هو يحصل له ايه، انه يمسك في الاكسجين تمام. فالعمليه دي طبعا بتكسر فيها خلايا ريد بلاد سيل كتيره، تكسير الريد بلاد سيل دي بيطلع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين دوت اللي هو بيطلع منه البيليروبين، البيليروبين ده بيطلع من الهيموجلوبين في صوره ان كونجوجيتد ماشي، او بيسموها اندايركت، اللي بيروح للليفر ساعتها عشان يحصل له كونجوجيشن بواسطه انزيم اسمه ايه، اسمه جلوكيرونين ترانسفيرز انزيم. صح ولا ايه؟ الجلوكيرونين ترانسفيرز بيحوله من اندايركت لدايركت، او بيحوله من ان كونجوجيتد كونجوجيتد، يعني بيغلفه كده بغلاف وبعد كده يعمل له اكسكريشن. طب ليه بقى؟ عشان الدايركت انا طبعا مش عايزه بيليروبين حاجه. فالمهم يعني دايركت بيليروبين ده بينزل في البايل سولتس اللي الليفر بيكونها واللي بتتخزن في المراره المهمه فيما بعد، تنزل في السكند بارت اوف ديودينوم زي ما قلنا قبل كده، وعشان معظمها يطلع اسمها ايه في الاستول تمام. طيب وفي شويه منها برده بيطلع بالمناسبه في الايه في اليورين اللي هي يورو بايرينجن، واللي بيطلع في الاستول بيسمى استيروكو بايرينجن. طيب في كميه منها حوالي 5% بس كده من كميه اللي هي الدايركت بيليروبين دي بتفقد الغلاف بتاعها وتتحول تاني لصوره اندايركت، وبيبقى ساعتها سهل الامتصاص وبتدخل الدم تاني في الاليوم اللي هي في اخر حته في السمول انتستن، وتخش الدم تاني. بتخش الدم تروح فين؟ ما كل الامعاء اصلا، كل البلاد سيلز اللي طالعه من الامعاء راح اول حاجه للليفر عشان يعمل اللي فيها اللي يعمله، وبعد كده بيوديها للايه؟ الليفر بقى بيروح بيودي بقى البيور بينا كافا وغاز عشان يروح للهارت. طيب ماشي، الهيباتيك بين تروح للبيور بينا كافا. المهم يعني الفكره بقى هنا ايه؟ ان هي نظريه بالمناسبه، موضوع البريست ميلك جوندس ده دي نظريه، وبالمناسبه برضه في اختلاف ما بين البريست ميلك جوندس وفي حاجه اسمها بريست فيدنج جوندس. اللي عنده فضول يبقى يبعت لي وانا يعني ببعت له يعني ماشي، او بقول له ايه دي يا رب كنت بقول ايه، كنت بقول ان النظريه بتقول ايه، ده كان دكتور محمد اسماعيل يعني قالها، ان في استيرويدز كتير في لبن الام دي،
في اللبن الام دي فيها استرويدات كتير، والاسترويد دي او الاسترويدات دي بتروح تعمل انهبيشن للانزيم الموجود في الليبر، فكده الليبر مش هيحول او الانزيم مش هيحول كل طبعا الكميه الاندايركت بيليروبين لدايركت، وبالتالي مش هتخرج، وبالتالي هتكتر في البلاد، وبالتالي هتعمل جوندس يصفروا بس كده. البيليروبين دوت بيبقى ليه طبعا بيترسب في السكن سو ميوكوس تيشو بس، فبيعمل اصفرار دي. طب انا برضو دورت كده يعني عليها يعني، لقيت فعلا قال يعني انا بكدبه، لا كفضول يعني، لقيتها فعلا فيها كذا ميكانيزم وليها برضو نظريات كده، يا اما انزيم مش عارفه ايه، ما في ميوتيشن ايه، اما انزيم ايه، اما انزيم ايه، مش هنقعد نتطرق بيها دلوقتي عشان هناخد وقت كتير قوي في حاجه مش مهمه ماشي، بس ده باختصار اللي بيحصل يعني. اه العلاج بتاعها ايه بقى؟ ان احنا بس بنوقف، سبحان الله سبحان الله، ان احنا بنوقف الملك مثلا يوم او يومين، مكتوب عندنا في كتاب يومين، يوم واحد، فاحنا خلاص بنوقف 24 ساعه، بنوقفه بس مجرد ما نوقف 24 ساعه. وفي المده ديت بنعمل بالمناسبه احنا بنفضي البريست او الفيميل بتفضي البريست بايديها بنفسها عشان ما يحصلش انجورجمنت ان هو اللبن يحتقن جوه البريست، وفيما بعد بيحصل ماستيتس وهكذا يعني التهاب وهكذا. فالمهم هي بتفضي اللبن بايديها في المده ديت، والطفل ما بياخدش خالص اللبن بتاعها ساعتها في اليوم دوت او اليومين دول، وسبحان الله فيما بعد لما بترجع تديله اللبن تاني ما بيحصلش الموضوع ده تمام. طب لو طفل عنده acute severe illness، بمعنى ان هو حاليا في هذه الفتره او في هذا يعني في الكام يوم دول مش هيقدر يمتص، ليه؟ لان illness بياخد منه مجهود طويل او كبير قوي ماشي ماشي. فلو عنده مثلا severe respiratory distress يعني تخيل هو اصلا بياخد نفسه بالعافيه مثلا وكذا وتعبان ومش هيقدر يعمل المجهود ده كله، فبس فبنوقف الرضاعه شرح نعرف. في بقى بيرمننت يعني لو الام تعبانه او اي مرض كروني يعني اصلا يعني، لكن تتخيل ان هي لا في جسمها طاقه ان هي اصلا او غذاء كافي ان هي تدي البيبي، زي ما قلنا مثلا كميه الكالوريز اللي بتبقى موجوده في الميلك اصلا كبيره قوي ماشي، بياخد منها كالوريز كتير، بياخد كالسيوم وفوسفورس وايرن ومناعه. طب اصلا لو مناعتها مضروبه شبه الاتش اي في تاخد منها اميون جلوبين يعمل بيها ايه بالله عليك؟ طيب يعني برضو مثلا لو بتاخد هرمون في الميديكيشن تقدر تعمل سايتوكسيك دراج يعني تعدي الملك وتروح تعمل سايتوكسيك افكت للخلايا الطفل تهاجمه بقى وهكذا وتدمر الجهاز مثلا الجويد بتاعه او ايا يكن. طب لو عندها كرونيك انز زي مثلا كرونيك رينا فيلير اصلا ما فيهاش في جسمها غذاء ماشي، وفيها في جسمها سموم اصلا، فهي هتعمل ايه في الرضاعه ساعتها؟ لا طبعا. طب انفانتايل كوز زي ايه؟ بورن ايرو اوف ميتابوليزم، يا رب الصبر، دي كمان يطول شرحها. طب خلينا بس نقول بسرعه كده الفينايل كتينوريا. بص اللبن بيبقى فيه امينو اسيد اسمه الفينايل انين، الفينايل انين ده بالليفر بيتحول لتيروزين ماشي، بانزيم في الليفر يعني بيتحول لتيروزين. الانزيم ده خلينا نقول التيروزين ده بيخش تكوين الميلانين ماشي، اللي هو مسؤول عن الايه، عن لون البشره طيب والشعر وهكذا. طيب الانزيم ده اللي هو بيحول الفينايل انين لتيروزين في الليفر، لو قليل هيزيد الفينايل انين، الفينايل انين ده لما يزيد هيزيد في البلد وبالتالي هينزل في اليورين بكميه كبيره، وساعتها بنقدر نكشف عليه يعني بالمناسبه. تاني حاجه بيطلع للبرين برضه، ووجوده في البرين بيعمل تشنجات فيه تمام. طيب الفينايل انين ده برضه لما بيتراكم يعني لما يزيد كميته في الدم بيبدا يتراكم، ولما يتراكم بيعمل حاجه اسمها فينايل كيتونز ماشي، لما بيتراكم بيتحول ايه لفينايل كيتونز، فبيحصل فينايل كيتونز دي بطلع تطلع ايه برضه تطلع في اليورين ماشي. علاج الموضوع ده ايه؟ ان احنا نديله فينايل انانين فري ميلك يعني ميلك ما فيهوش فينايل انانين. وكذلك برضه الجالاكتوزيني، ان في مشكله في الجالاكتوز انزيم اللي بيحول الجالاكتيز قصدي اللي بيحول اسمها ايه الجلاكتوز الى جلوكوز، وبالتالي الجلاكتيز دوت مش عارفه 1 فوسفورس حاجه كده يعني، لما الانزيم ده بيقل بيزيد الجلاكتوز وبالتالي مش هيتحول لجلوكوز، واصلا الجلوكوز ده مصدر الطاقه الاساسي في البرين ماشي. لما الجلاكتوز يزيد في البلد البرين مش هيوصل للجلوكوز بشكل كافي. تاني حاجه ان الجلاكتيز دوت لما يزيد برده في البرين يعمل تشنجات وهكذا بقى، وطبعا هيحصل هايبو هايبوجلايسيميا ماشي. فبرده حله ان احنا ايه، ان احنا برده هندي ملك ما فيهوش ايه، ما فيهوش اللي هو لاكتوز فري ميلك. طب ليه علاج الجلاكتوز الجلاكتوزيميا لاكتوز فري ميلك؟ لان في الاساس اصلا انا قلت ان الميلك ده بيحتوي على لاكتوز ماشي، فاللاكتوز ده بانزيم اللاكتيز اللي برده موجود بيحول اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز. حلو الكلام، يبقى الانزيم اللاكتيز بيحول اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز ويمتص يروح ايه، يمتص بقى الجلوكوز والجلاكتوز ويروح الليفر. حلو الكلام ولا ايه؟ طيب لما الانزيم ده او لو انزيم اللاكتوز بايظ هيزيد طبعا البكتيريا اصلا هتعمل فيرمنتيشن لللاكتوز دوت وهتكتر طبعا والباثوجينيك بكتيريا وهكذا. فكك من المرحله دي، بس هي الفكره دلوقتي ايه، ان لا عندي جلاكتوز ولا عندي ايه ولا عندي جلوكوز، عندي لاكتوز كتير قوي ماشي. فالمهم ان انا ما بديش اصلا اللاكتوز من الاول لان هو مصدر الجلاكتوز، بس دي الفكره ببساطه.
فلو عندي لاكتيز ديفيشنسي او جالاكتيز ديفيشنسي الاثنين ما بديش لاكتوز في الايه، بدي حاجه اسمها لاكتوز فري ميلك اللي هو الميلك ما فيهوش لاكتوز لانه مصدر جالاكتوز. طيب وكذلك برضو التيروزينين نفس الفكره. طيب الماتيرنال تي بي لو الام عندها الضرر تي بي بالمناسبه يعني هو نوت كونترا انديكيتد في البريجنسي، ده طب قسم بيقول لنا كده لو احنا ناخد الاحتياطات الاتيه ان الام تاخد حاجه الطفل ياخد حاجه وفي وصله ما بينهم، الام تاخد انتي تي بي الطفل ياخد بروفيلاكسيس وقايه يعني، والام تاخد علاج ويبقى في ماسك ايه هي لابسه وهي بترضعه. طيب الكويشنز بقى دي اللي بروتين ريكويرمنت احاول تفكروا فيه ماشي، دي بروتين ريكويرمنت في الفيرست يير اوف لايف ار ايه تمام، والكومبيرد ويز بالمقارنه يعني بالماتيور ميلك الكولسترام بيحتوي على ايه، واندر فيلينج بيبي بيبقى ايه بيبقى فيد شو ايه ماشي. فكروا فيها كده، وقفوا الفيديو دقيقه ولا حاجه وشوفوا. طيب قلنا ايه يا رب تكون جاوبت صح. البروتين طبعا في اول سنه بيبقى من 2 ل 3، وحتى كنت قايله لكم ان البروتين بي تي ان فايه في 3 يعني ماشي، وكان فيها كده برضو 150 ميه 110 مش عارفه كالوريز و10 كربوهيدرات، وقلنا ان اقل من 10 2 ل 3 ايه بروتين، والفات ساعتها كنا قلنا الباقي. طيب كومبيرد ماتيور قلنا الكولسترول بيحتوي على ايه، كان بيحتوي على 4 حاجات عاليين و2 حاجات وطين وبيحفز حاجتين، 4 حاجات عاليين ديت المهم يعني حاجتين الوطين ايه الفات والكربوهيدرات عشان هما تقال في الاول في الهضم، وطبعا بيحفز حاجتين ماشي. المهم ان هو هل لس كالوريز؟ لا طبعا. لس لاكتوز؟ ايوه. لس اشز؟ لا عاليه عشان لاكسيف. ولس لاكتوفيرين؟ لا البروتين ده طيب اللي هو الواي ماشي. طيب اندر فيد بريست مش عارفه ايه شوز ايه الطفل ما بياكلش كويس، هل عنده بوليوريا؟ لا طبعا ما عندوش ميه عشان ينزلها اصلا. طيب ويت جين اباوت 150 جرام بير ويك، هو اصلا لو بيكتسب 25 جرام في اليوم احسبوها كده مستحيل يوصل 150. سليب ب2 ل3 ساعات، لا الطفل اللي بياكل كويس بينام كويس ده مش هيعرف ينام اصلا. هو كونستبيشن؟ ايوه لان مفيش اكل يحرك الامعاء فيحصل ايه يحصل له كونستبيشن. في حاجه تاني؟ وثانك يو يا رب ما كنتش طولت عليكم، انا طولت فانا اسفه فعلا.